مساء الخير. حد يعرف في كام دولة في العالم كله؟ حد يعرف؟ في الواقع في العالم في حوالي 200 دولة، سواء الدول اللي معترف بيها أو اللي مش معترف بيها، هم 200 دولة. المهم امبارح كان في دولة من ال 200 دول عندها افتتاح مشروع جديد، دولة زودت مساحة أراضيها المزروعة وزودت إنتاجها الزراعي. الطبيعي في كل ال 200 دولة دولة اللي في العالم، لو أي حد سمع عن المشروع ده هيعتبره إنجاز، ولو هكتار أراضي واحد، لو هكتار أراضي زراعية واحد زاد، ففي ال 200 دولة دول هيعتبروا ده إنجاز. فلما يكون في دولة أو إن الدولة دي زودت 350 ألف فدان لأراضيها الزراعية، ولما الرقم ده هيوصل في المستقبل لأكتر من مليون فدان، وده إيه في المستقبل القريب جدا، وده كله في مشروع واحد بس غير المشاريع التانية، يبقى طبيعي يتقال إن ده إنجاز، وإنجاز كبير كمان، ولا إيه؟ مش ده كده يبقى إنجاز كبير ومهم؟ السؤال ده بقى في ناس تانية مش هتجاوب عليه كده بالبساطة كده بالساهل كده، لازم الأول يسألوك هي إيه الدولة دي؟ عايزين الأول يعرفوا اسم الدولة اللي بنتكلم عنها، لأنه في كتالوج جواه الإجابة النموذجية على حسب الدولة، كل دولة ليها إجابتها النموذجية. فلما نقول لهم إن الدولة دي اللي بتضاعف أراضيها الزراعية اسمها مصر، هنا بقى هنسمع الرد الجميل، لا إنجاز إيه؟ لا مش إنجاز طبعاً. وهنلاقي بقى مبررات كتير بتبقى برضو جاهزة في نفس الكتالوج. هنسمع مثل حد بيقول طب مش كنا بنينا مصنع بدل ما نزرع كل الأرض دي؟ تخيلوا معايا، مصنع على مساحة 350 ألف فدان، 350 ألف فدان يا مؤمن، يعني ملايين الملايين من الأمتار المربعة، هو في كده في العالم كله؟ والله واحد كان كاتب الكلام ده امبارح بجد، يعني مش بتخيل يعني من دماغي، ده كلام مكتوب بجد. بس دي مصر، يبقى لازم الكلام عن اي انجاز فيها يبقى كده مختلف وخارج الصندوق. في ناس بس شغلتها يشوفوا اي نجاح حقيقي فيشوشروا عليه ويشوشوا عليه، ولو في انجاز يسد عين الشمس زي مشروع مستقبل مصر، يبقى الحل انهم يشوفوا اي تفصيله كده بعيد عن المشروع ويركزوا عليها. شايفين العصفوره كده من باب، شايفين العصفوره؟ عشان الناس تنسى خالص ان في مشروع مهم وانجاز كبير. وهنا بقى نلاقيهم بيدوروا على اي جمله اتقالت، اي حاجه، وياخدوا منها كلمه ويالفوا حواليها قصص وحكايات يغلوشوا بيها على الموضوع الاصلي اللي هو المشروع الكبير اللي فاتح بيوت الالاف، الاف مؤلفه، المشروع اللي جاي في توقيت فيه دول كبيره بتتكلم عن مجاعات ممكن تحصل في العالم. الحالة دي ظهرت امبارح على السوشيال ميديا كالعادة، وهي حالة ليست عفوية على الإطلاق. احنا عارفين مين اللي عايشين ليل نهار على السوشيال ميديا اللي مفيش عندهم غيرها، عارفين كده لما يحبوا يشوشروا ويشوشوا على أي حاجة بيعملوا ايه؟ طيب أفكركم عشان تعرفوا بس بيعملوا ايه. فاكرين من كام سنة في افتتاح الأسمرات لما قعدوا يتكلموا، سابوا كل حاجة، سابوا كل حاجة وقعدوا يتكلموا عن السجادة الحمراء عشان ينسوا الناس ان في الاف الاسر اللي حياتهم بقت افضل في بيوت ادميه وبيوت محترمه. الطريقه دي للاسف بيكرروها كتير لدرجه انه قوه الحملات بتاعتهم دي بقت مؤشر على اهميه المشروع نفسه. كل ما نلاقي اللجان الالكترونيه شغاله بكامل طاقتها، كل ما نعرف ان الموضوع فيه مصلحه كبيره للبلد. والظاهر انه مستقبل مصر مضايقهم قوي، اصل هم عارفين كويس انه مالهمش مستقبل في البلد دي. امال بقى لما يشوفوا مشروع الدلتا الجديده كله هيعملوا ايه؟ متخيله طبعا هيعملوا ايه. دي بلد في 5 سنين بتستصلح اراضي قد اللي اتعملوا في 500 سنه. دي مصر يلي مش عارفين مين هي مصر. مصر جديده، اهلا بيكم. شفتوا الصور؟ هو ده الإنجاز الحقيقي على الأرض، هو ده الواقع على الأرض، والصورة بألف كلمة، ودي هي الحقيقة الملموسة اللي شايفينها ولمسينها وحاسينها بعينينا، شفناها مش كلام بيتقال على السوشيال ميديا. طيب بعد أحداث مثيرة جدا في آخر محطات الدوري الإنجليزي،
لقب البريمير ليج لمانشستر سيتي وجايزة الحذاء الذهبي لمحمد صلاح للمرة الثالثة في تاريخه. صلاح النهاردة اختتم مشواره في الدوري الإنجليزي السنة دي بالهدف الثاني لليفربول، والحقيقة الماتش انتهى كان لصالح الريدز 3-1، لكن الفوز ده ما كانش كفاية علشان ليفربول يفوز بالدوري الإنجليزي، لأنه مانشستر سيتي قدر يحول هزيمته قدام أستون فيلا لفوز بنتيجة 3-2. هارد لك لليفربول، مبروك لصلاح على جائزة الحذاء الذهبي اللي بيتقاسمها مع سون هيونغ مين مهاجم توتنهام بعد تساويهم في عدد الأهداف برصيد 23 هدف. طبعا مانشستر سيتي وصل كده النهارده للقب الثامن في تاريخه في عدد مرات الفوز بالدوري الانجليزي، وبعد مباراته مع استون فيلا اللي حسمت اللقب جماهيره نزلت الملعب طبعا، احتفلت مع اللاعبين، المدير الفني جوارديولا اللي قدر النهارده يقود فريقه للفوز بلقب الدوري في 6 دقائق بس، قدر فيها لاعبي انهم يحرزوا اهداف مهمه جدا، 3 أهداف طبعا اللي عدلوا بيها نتيجة المباراة. كانت لحظات صعبة جدا على جمهور ليفربول اللي ملحقش يفرح بتقدم فريقه، ولقى ألمان سيتي بيقلب الترابيزة في دقائق معدودة وهكذا يفوز بالمباراة وكمان بلقب الدوري. طيب بقالنا شوية كده بنسمع عن جودري القرود، ايه بقى حكاية جودري القرود ده اللي خطف الأضواء من كورونا؟ من كام يوم كنا اتكلمنا سريعا عن هذا المرض لما ظهرت اول حاله منه في بريطانيا لمواطن انجليزي كان جاي من نيجيريا. دلوقتي في حالات بدات تظهر في اكتر من دوله حسب منظمه الصحه العالميه. طيب الحقيقه حتى هذه اللحظه ولغايه امبارح كان في حوالي 100 اصابه في 12 دوله. مصر الحمد لله مش من الدول دي، يعني احنا من الاخر مفيش عندنا اي اصابات بجدري القرود، وده اللي اكدته وزاره الصحه والسكان اللي نشرت معلومات عن الاجراءات الوقائيه لمنع العدوى بهذا المرض. دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزاره الصحه والسكان قال كده بالظبط، انه الوزاره بتتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي العالمي وبتحذر من لمس الحيوانات المريضه او اللي ممكن تكون ميته في اماكن وجود المرض، مع الحرص على طبعا احنا خلاص احنا عايشين في الموضوع ده بقالنا شويه، نظافه الايدين، تعقيمها، استعمال الكمامات، ده غير الاجراءات بتاعه الحجر الصحي في المطارات المصريه بالنسبه للمسافرين اللي جايين من دول فيها اصابات بهذا المرض، واي حاله مشتبهه فيها هتتعزل مباشره في الحجر الصحي وتتنقل بعد كده لاقرب مستشفى حميه. طبعا الاجراءات دي مجرد اجراءات احترازيه لانه حتى الان مفيش عندنا في مصر إصابات، ولأنه أصلا مرض جدري القرود لغاية دلوقتي الحمد لله ربنا يستر ويجعل الكلام ده خفيف عليه، يعني مش وباء ولا جائحة، وحسب تصريحات الدكتور حسام عبد الغفار فالمرض ده لا ينتشر بسهولة، عشان كده غالبا إن شاء الله مش هيتحول لجائحة. رغم كل التصريحات المتداولة أنه مرض جدري القرود مش هيتحول لجائحة، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال وهو رايح النهاردة على اليابان أنه مرض جدري القرود لازم يكون مصدر قلق للجميع، وأكد أنه المسؤولين عن الصحة في أمريكا بيدرسوا دلوقتي إيه هي طرق العلاج، إيه اللقاحات. طبعا الاحتياط واجب برضه، بس المهم ما يعني ما نجيش في يوم كده نلاقي الراجل اللي بوش سمح ده كده بيقول انه منظمه الصحه العالميه بتقول انه جدري القرود بقى جائحه، وده المفروض زي ما قلنا حاجه كده المفروض انها تكون مستبعده بالنسبه لهذا المرض اللي موجود اصلا من زمان من غير ما ينتشر انتشار كبير ويعمل حاله القلق اللي حاصله دي. أكيد الأيام الجاية هنتابع في هذا الموضوع، لأنه من بعد كورونا بقينا نقلق من أي حاجة، بس أنا عايزة أطمن حضراتكم أنه حتى الآن كل التصريحات في هذا المجال بتقول أنه هذا المرض لن يتحول لجائحة، لأن انتشاره وطرق العدوى بتاعته أصعب شوية من موضوع كورونا. طيب سؤال بقى مهم، هل تعتقدوا أنه ممكن لو واحد قرصته نحلة ممكن يموت؟ هل قرصة النحلة ممكن تموت؟ للأسف لو يعني حضراتكم بفكروا في إجابة على هذا السؤال، للأسف ده ممكن يحصل فعلا، لأنه لو الواحد عنده
حساسيه جامده شويه، واتقرص من نحله ممكن يموت. وده فعلا حصل، وفي زوجه شابه في المنوفيه عندها حوالي 23 سنه بس، هي ام الولد وبنت عمرهم 4 سنين وسنتين. كل اللي حصل انه في نحله قرصتها، وقرصتها في تجويف الانف في مناخيرها يعني. في الوقت ده كان جوزها في شغله بره البيت، لقى تليفونه بيرن وحد بيقول له الحق مراتك. الراجل عقبال ما وصل البيت لقى مراته مغمى عليها، جسمها ازرق، طلب الاسعاف، نقلوها على المستشفى، المستشفى اسمها مستشفى بركه السبع. كانت وقتها هذه الزوجه الشابه وصلت لحاله غيبوبه وماتت بعد 5 ايام، الله يرحمها. طبعا هذه الحاله نادره لدرجه ان الاطباء شكوا انها اتعرضت للتسمم، عملوا فحص للسموم، لكن الحقيقه انه طلعت انه سبب الوفاه كانت قرصة النحله. من الواضح انه الام الشابه الله يرحمها كان عندها الحاله النادره جدا من حالات الحساسيه بتاعت او صدمه، يعني جالها صدمه حساسيه، او بيقولوا عليها الدكاتره الحساسيه الجهازيه، ودي اعراضها بتظهر خلال دقائق بس من قرصة النحله، وبتبدا انه الشفتين بيورموا، بقها يعني يورم، حاسه في كل الجسم، ممكن يكون في انخفاض في ضغط الدم، دوخه، واخطر حاجه انه بيبقى فيه صعوبه في التنفس، وده اللي ممكن يعمل خنقه ويموت. الله يرحمها ويحسن اليها الام الشابه بنت قريه الروضه في بركه السبع. عزائنا لكل اهالي منطقتها، وده طبعا قضاء ربنا ولا راد لقضائه. معانا الحاج محمد سليمان، حماها وخالها في نفس الوقت. حاج محمد اهلا بحضرتك والبقاء لله. بقاء الله والدوام لله ومحدش يعزيه. ممكن حضرتك تحكي لي ايه اللي حصل؟ والله العظيم اللي حصل ده في خلال من تحركنا ساعات مش اكتر، ان احنا ناس مقبرين ارض، الارض دي بجوار المنحل ملتصقا فيه، لقينا الجماعه الجيران هناك واحنا في عملنا بيتصلوا بنا، هي كانت بتنقي شبى القمح مطرح الضمامه عشان كنا مطلعين العفش بتاع الغله فوق بعيدا عن النحل، امان للناس اللي هتيجي تساعدنا يعني، احنا ما احناش مقتدرين نقدر، احنا مقدرين عشان ناكل وعشان نعيش. فالتقينا احدا من الجيران بيرن عليا بعد ما رن على ابني، بعد ما اتصل على ابني يا عم محمد، فسمعت صوت زوجتي في التليفون، الحقوني الحقوني يا اولاد الحقوني يا اولاد. فالجيران راحوا من فرد لغايه 4 افراد. ايه يا حاجه ايه يا خاله، عارفين بعضنا طبعا. قالت لهم بتقول لي ياما النحله قرصتني، النحله قرصتني، النحله قرصتني في مناخيري. دي كانت اخر كلمه تطلع منها. طبعا شاب من الشبان اللي زي ابنائي، بص لقى الزبانه في مناخيرها من جوه، فاما جت ايده شايلها بص لقى تفتفى بترغرغ من الانف ومن الفم. فاتصلوا بالاسعاف فوري بسرعه يا عم محمد عشان احنا بلغنا الاسعاف. احنا طبعا من اول اتصال لما سمعت مراتي بتصوت ما كناش واعيين بقى واحنا بنجري، وراحت على المستشفى. اشكرك الاول، شكرا جزيلا الحاج محمد سليمان، حمى الزوجه الشابه اللي اسماء اللي توفت نتيجه قرصه نحله، راحت زي ما قلت لحضراتكم راحت على المستشفى و5 ايام وكانت ماتت. فاصل قصير نعود بعدها لمصر جديده. كنت بكلم مع حضراتكم من شوية عن موضوع جدري القرود، وإزاي أنه كل البيانات بتقول أنه صعب انتشاره، وأنه كل الحالات الموجودة منه حتى الآن على مستوى العالم هم 100 حالة، وأنه مستبعد جدا أنه يكون مرض جدري القرود جائحة زي جائحة كورونا. محتاجين نعرف تفاصيل أكتر، أصلا هو إيه المرض ده وإيه مدى خطورته، وهو موجود من زمان ولا لأ؟ معانا على تليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. دكتور محمد أهلا بحضرتك معانا في مصر الجديدة. وبداية، هل يوجد حالات إصابة بجدري القرود في مصر؟ لحد دلوقتي ما فيش حالات مرصودة بالنسبة لهذا النوع من المرض، والمرض ده حضرتك قلت بتكلمي هو قديم ولا جديد؟
كان في زمان مرض اسمه الجدري البشري، وكان مرض خطير كان اسمه سمول بوكس، وكان بيصيب أعداد كبيرة، وكان مرض وبائي وكان الوفيات منه كثيرة. وبعدين اتعمل لقاحات لهذا المرض وتم القضاء عليه يعني عمليا من جميع أنحاء العالم. لكن جدري بيفرق ايه بقى جدري القرود عن يعني هل الانسان ممكن يتعدي من قرد؟ يعني ال100 حاله على مستوى العالم واضح انهم اتعدوا من قرود. دي واحده بس اكمل لك الكلام. اتفضل. المرض الجدري القرود ده موجود في بعض بلاد افريقيا يعني وسط افريقيا وغرب افريقيا، وموجود عند القرود لانهم ما خدوش تطعيمات ضد هذا المرض. المرض بينتشر بين القرود، لكن في بعض حالات بشرية كانوا جايين من إحدى الدول الأفريقية في غرب أفريقيا، ورصد أول حالتين في المملكة المتحدة ثم رصد في بعض الحالات الأخرى، والقضية دلوقتي أنه بدأ ينتشر في عدة دول في العالم. معظم الحالات سافرت لأفريقيا ونقلت المرض. المرض معدي زي الجدري البشري، مرض فيروسي معدي ممكن ينتقل من القرود للإنسان ومن الإنسان للإنسان. وهو الحقيقة بيدي أعراض تشابه أي أعراض فيروسية، يعني بيدي رشح وعطس وقحة وحرارة ووجع في الزور. ثم الفرق بينه وبين الأمراض الفيروسية الأخرى اللي بيطلع طفح جلدي أو زوائد جلدية على الوجه في الأول وبعدين بقية الجسم. المرض ممكن الشفاء منه بيخف خلال اسبوعين ثلاثه والمريض بيشفى تماما، لكن مازال مرض معدي. لاي مدى هو معدي؟ يعني المريض يعدي كم حد؟ المريض لو احتك بيه احتكاك مباشر اي بشر، سواء نتيجه المريض مباشره او الافرازات اللي طالعه منه، او سيادتك حد استعمل ادواته زي الفوط او البطاطين او الملايات او الكلام ده، ممكن ينقل العدوى عن طريق هذه الافرازات. ايه مدى خطورته؟ هو دلوقتي في زي ما حضرتك قلت كده عدد الحالات في العالم مش كتير، لكن هي الخطوره اللي باينه دلوقتي انه بدا ينتشر في عده دول. هتبقى خطوره لو العدد زاد وبدا الانتشار. لم يعلن عنه على انه وباء عالمي او انه مرض خطير، لكن بدا التحذير منه لان كونه يظهر في بلاد في افريقيا ثم في اوروبا ثم في كندا ثم الولايات المتحدة، معناها أنه بدأ ينتشر في بلاد متعددة وبين القارات. نتعشم إن شاء الله أن لا يتحول إلى وباء، سواء وباء موضعي في هذه الدول أو وباء عالمي. نرجو الله سبحانه وتعالى أنه ما يحصلش هذا. هل هو مرض قاتل؟ نسبة الوفيات في حدود 6-7% للحالات الشديدة. مدى استعدادنا هنا في مصر لحاجة زي كده إيه؟ احنا في اجراءات وقائيه بتتعمل لكل الامراض الوقائيه معموله بشده عشان الكورونا، ويشمل هذا برضو اي حالات جايه من البلاد المصابه او حيوانات الحجر البيطري، بيشوف صحه الحيوانات اللي بتيجي مع الركاب او تيجي منقوله من هذه البلاد. لكن الحجر الصحي طبعا زادت عمليه الترقب والحذر من اي دخول حالات مصابه، ونتعشم الا يحدث ان شاء الله. ان شاء الله. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، اللي طمنا انه في مصر لا توجد اي حاله من حالات الاصابه بمرض جدري القرود. طيب، في ناس وناس كتير تعاني من الارق، دي معاناة كل ليلة، هي قلة النوم أو النوم بصعوبة أو النوم يبقى هربان منك أو النوم يبقى مستخبي كده، ناقص يعملوا له إعلان ابحث مع الشرطة. ناس بتحاول تنام بدري بيفشلوا، ناس نومها متقطع، ناس يناموا شوية ويلاقوا نفسهم صاحيين مفنجلين كده عيونهم من غير ما ياخدوا كفايتهم من النوم. إيه الموضوع؟ حسب الدراسات الحديثة 50% من سكان العالم بيعانوا من الأرق، لكن مين بقى أكتر ناس عندهم المشكلة دي في العالم العربي؟
مصر ودول الخليج، وهذا ما تؤكده الدراسة. طبعا في أشكال كتيرة من الأرق، وأكيد بتزيد لما مواعيد النوم بتتغير، زي ما بيحصل كده رمضان وبعدين نتعود على مواعيد نوم معينة، يخلص رمضان نتعود بقى ومحتاجين نعود نفسنا على مواعيد نوم تانية. في ناس بيعرفوا ينظموا مواعيد نومهم تاني، وناس لغاية دلوقتي بيناموا ساعات قليلة قوي قبل ما يصحوا الصبح علشان يروحوا أشغالهم. ده غير طبعا مشكلة الساعة البيولوجية اللي بتتأثر بإضاءة التليفونات والشاشات عموما. الإضاءة دي بتقلل من إفراز هرمون الميلاتونين اللي بيساعد على النوم الهادي. يعني الموبايل اللي بعض الناس بيتسلوا بيه عشان يعرفوا يناموا هو بنفسه سبب رئيسي لهروب النوم. ده غير الكافيين بقى والمنبهات ونمط الحياة اللي ممكن يلخبط مواعيد النوم. طبعا قلة النوم بتضايق، بس في عواقب صحية لقلة النوم، لأنه قلة النوم ممكن تعمل حاجة اسمها اضطرابات النوم. عشان كده ضروري جدا إن اللي بيعاني من مشاكل النوم يعرف هو بيعاني منها لإيه الأسباب، يحاول يعالجها عشان صحته في المقام الأول. معنا الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. دكتور وليد أهلا بحضرتك. أستاذة إنجي مساءك جميل من غير أي أرق. أنا على طول عندي أرق، عارف سليبلس إن كايرو، فاكر فيلم سليبلس إن سياتل المشهور ده؟ إحنا على طول سليبلس يعني بلا نوم. إيه الأرق ده؟ بيجي منين؟ ليه ما بنعرفش ننام؟ ليه لما يكون عندنا ميعاد الصبح بدري ده خلاص بقى ما مستحيل، لو حتى هتعرف تنام لك شوية مش هتنام أصلاً؟ صحيح. هو بص، زي ما حضرتك أشرتي إن الأرق ده مصطلح جامع مانع وشامل لكل اضطرابات النوم المختلفة، سواء بقى قطع النفس، طحن الأسنان، اضطراب الساعة البيولوجية، المشي أثناء النوم، الواحد بيتهيأ له إنه هيقع من على السرير، تململ الساقين، النوم القهري، يعني واحد يبقى قاعد كده المغربية يلاقي نفسه دماغه بتميل غصبا عنه، التريم إنه بينزل كده سائل من بقه، كل ده بيعمل له اضطرابات نوم. الشخير في بعض الاحيان نتيجه مشاكل في الجيوب الانفيه. الجاسوم، والجاسوم ده حاجه خطيره جدا. ايه الجاسوم ده؟ والله بص حضرتك، الجاسوم دي ظاهره بتيجي لحوالي 50% من سكان الكره الارضيه، منهم 5% بتستمر معاهم. عباره عن ايه؟ الانسان فينا لما بيجي ينام بيجي له ارتخاء في كل عضلات الجسم ما عدا عضله الحجاب الحاجز والعضله الخارجيه بتاعت العين. لما بيكون بيمر بدوره النوم وما اكتملتش ويصحى مره واحده، العضلات ما بتلحقش تاخد الوضعيه بتاعتها وتدي لفسيولوجية الجسم شغله العادي. فساعتها بيستشعر ان هو قاعد عنده عجز ديسابيلتي، مش قادر يقوم، ممكن يجي له هلاوس سمعيه وبصريه، يبقى عاوز يقوم او ينادي حد ما يعرفش. ايوه، عاوز يصرخ ومش قادر، فيجي له نوبه من الهلع ونوبه من البانيك والخوف، ويبقى قاعد بيبكي في بعض الاحيان، يقول لك انا النهارده الصبح كانت روحي بتطلع ومحدش حاسس بيا. طب يعمل ايه اللي بيجي له الجاسوم ده؟ يعني الجاسوم ده احنا بنعالجه بحاجات، يعني نشوف الاول مثلا الناحيه الوراثيه عنده، هل عنده خلل في البروتين مثلا او كروموسوم 6 عنده مشاكل فيه فبنعالجها له. بنفهمه النوم الصحي بيجي ازاي، ان انت تنام مثلا ما تنامش على ظهرك، لان معظم اللي بيجيلهم الجاسوم بيكونوا نايمين على ظهرهم بالظبط، فنام على الجنب اليمين او الجنب الشمال. موضوع طحن الاسنان كمان، يعني الواحد بيجز على اسنانه وهو نايم. طحن الاسنان ده بيبقى نتيجه اختزال العصبيه، يعني دايما بيجي الانسان اللي دمه حامي بياخد كل الامور على صدره متنحرر، او للزوجه اللي بتعاني مع جوزها او مع اولادها وبتحاول تمشي امورها فبتختزل العصبيه بتاعتها، فيجي لها ويا صاحيه بما يسمى السايكوسوماتيك ديزورد. حضرتك قلت الزوجه، ما فيش الازواج ما بيجيلهمش، واضح يعني. يعني نص تذكرة كده يعني. طب نعمل ايه في اضطرابات النوم والقلق بوجه عام، وان بيخلينا دايما عندنا ارق، نعمل ايه علشان نتخلص من الارق؟ روشتة كده. يعني احنا بنقول كده بسرعة وعلى عجالة، لو عندك بعض المشكلات الصحية اللي بتؤدي لده حاول تعالجها. زي ايه؟ زي التهابات الجيوب الانفية اللي بتخليك مش عارف تتنفس، تجيلك انقطاع نفس بالليل، زي ارتجاع المريء اللي ممكن يقفل زورك وما تعرفش تاخد نفسك. صحيح. فبرضه تصحى من احلاها نومه. زي لو انت عندك السكر مثلا فبتروح الحمام كتير بالليل، فتحاول تعالج السكر وما تشربش سوائل.
حاول بقدر الامكان ما تتعشاش عشاء تقيل، ويفضل ما تتعشاش خالص، نام يعني خفيف يعني. بقدر الامكان. حضرتك اشرت للموبايل، احنا عندنا متلازمه نفسيه مع كل واحد ماسك موبايل اسمها متلازمه الاهتزاز الوهمي، ده بيصاب بيها 87% من اي حد معاه موبايل، ان هو يتهيأ له موبايل رن، يتهيأ له انه نور، يتهيأ له انه جاله مسج، يتهيأ له انه في حد بعت له على الماسنجر، فده ما بيخليش الواحد يعرف ينام يعني، يقلق. لا، وفكرة الناس اللي بتقعد تقرأ او تتصفح يعني على السوشيال ميديا مثلا على موبايلها قبل ما تنام، اعتقد ده بيعمل ارق اكتر. ده بيعمل ارق، وبعدين لقينا بيعمل حاجة اسمها طلاق النوم. طلاق النوم ده محدش اشار ليه في مصر قبل كده. طلاق النوم، ايوه يا فندم، طلاق النوم ده الدراسات والاحصاءات العالمية قالوا من كل 6 حالات طلاق في اي مجتمع فيهم حالة بسبب النوم، ان شريك الحياة دوت قاعد بيقلق اللي جنبه، هو عنده أرق بيلعب على الموبايل، اللي جنبه بيحب ينام في الضلمة هو منور النور، اللي جنبه يحب ينام في التكييف هو عاوز ينام في الحر. يبقى في طلاق التكييف وطلاق النوم وطلاق الموبايل وكل الحاجات دي بالظبط كده هوت، لان خدي بال حضرتك بيعمل عصبية لشريك الحياة، وبيستشعر عدم التقدير ان الاخر ده مش مشاركه فرحته، وبيستشعر الانانيه والنرجسيه، يعني بيديله كونسبت اكتر من مفهوم حوالين الشخصيه اللي قدام منه قد يكون في الحياه العاديه مش شايفها. عشان كده هو احنا بنقوله ايه، نام في جو هادي، نام في جو امن، خلي الوساده بتاعتك ما تبقاش عاليه قوي، تبقى متوسطه. احنا داخلين على الصيف، ما تخليش الملايات بتاعت السرير واكياس المخدات من البوليستر، حاول بقدر الامكان تعمل ارتباط شرطي بين اي حاجه عندك في البيت وبين النوم، تستجلب لك النوم، تولع بيبي لايت اضاءه خفيفه، تشغل فيلم كوميدي ابيض واسود من بتوع زمان، بحيث ان انت اول ما تستدعي الحاجه دي او اول ما تعملها تنام على خبره النوم، فتنام بتاثير ارتباط شرطي. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك. في كده حكايه غريبه شويه من كفر المصلحه في المنوفيه، الناس هناك زي اهالينا كده في الريف عموما، فيهم اللي بيربي مواشي واللي بيربي فراخ واللي بيربي بط، بس في واحد هناك كان مربي تمساح. التمساح حرب، نزل الترعة في البلد، وبقى في حالة رعب كده بين الناس، عملوا طبعا سريعا بلاغ للنجدة عشان يلاقوا التمساح قبل ما تحصل أي كارثة. خدوا بالكم في تمساح هربان دلوقتي في المنوفية. معانا دكتور إبراهيم، أهلا بحضرتك معانا، حضرتك مدير إدارة الطب البيطري في المنوفية. دكتور إبراهيم، يعني إيه الموضوع، في تمساح هربان في المنوفية؟ لا هو مش يعني، اول حاجه بحيي حضرتك، اهلا بحضرتك والعاملين في القناه، وشكرا على اهتمامكم في هذا الامر. يعني هو الامر بسيط جدا، في حد من الجماعه اللي هم اهلنا المواطنين مربي تمساح صغير عنده في البيت، وده عادي، ده ينفع يعني، ينفع انا دلوقتي عاجبني تمساح اجي اربيه عندي في البيت؟ ده الشيء الغريب، والحاجه الاغرب ان هو حصل عليه منين، يعني جابه منين، وبعدين الاغرب كمان من ده ان هو خده بيعمل له يعني رياضه، زي ما الواحد كده يخرج يمشي الكلب بتاعه، فهو خارج يمشي التمساح بتاعه. بالظبط كده، فهو والكلام ده ما نقل يعني عن الناس اللي هم عايشين جنبه او الناس اللي شافته، يعني ان هو يعني كان بيريضه جنب احدى الترع اللي بتروي بعض الاراضي الزراعيه في ضواحي شبين. وللاسف الشديد التمساح يعني راح للترعه، يعني ما قدرش يسيطر عليه، فنزل في الترعه ديت واختفى بين راح لموطنه الاصلي الميه، لموطنه الاصلي، وطبعا بيحب الميه والحاجات دي كلها، والهيش والواحد بيعيش في كانه بيعيش في محميه طبيعيه له يعني. بالظبط، طبعا يعني اختبأ بين الهيش وال طب احنا عرفنا ايه نوع التمساح ده، ولا هل كل انواع التماسيح مفترسه؟ المفروض انا عارفه كده يعني. لا انا هقول لحضرتك، هو بالنسبه للحاجات دي كلها المعني بيها زملائنا في وزاره البيئه، لان ده من الزواحف، لكن هو لما يقتنيه واحد مش حكايه الافتراس، وده صغير يعني، هو مربيه زي اللي بيربي سلحفاه واللي بيربي حاجه زي كده. ما التمساح الصغير ده بيكبر ولا هيفضل صغير طول عمره؟ هيكبر، هو بقى يعني كان مربيه امتى وازاي وفين وهيستخدم فيه،
دي حاجه تخص هو. وهل كل واحد فينا حر كده انا اروح اربي مثلا اسد في البيت عندي، اروح اربي تعبان، اروح اربي نمر، يعني هو ده بقى هو انا ده حر ده اعمل اللي انا عايزاه يعني؟ لا مش حر طبعا. المفروض الحاجات اللي ممكن تاذي الانسان او تسبب له اذى او يجي من نتوقع من الاذى، يعني هو التمساح ده لو عاش ونزل في البركه دي وقعد فتره طويله جدا بيعيش على الحاجات الطبيعيه وياكل اسماك والحاجات اللي موجوده فبيكبر، لكن هو اللي احنا شفناه. وفي ناس مش هتبقى عارفه انه في البركه دي تمساح، الناس ممكن اللي عاوز يعني في الريف انا بشوف يعني ممكن ست بتغسل حاجه، حد نازل يعوم، الكلام ده طبعا مش المفروض يحصل كده اصلا، ولكن لو حصل هو مش متوقع انه هيلاقي تمساح هنا. لا مفيش. وبعدين اصلا الترع دي عباره عن ترعه خاصه بتروي بعض الاراضي الزراعيه في المنطقه، يعني مش ترعه كبيره ولا حاجه. نمره اتنين، التماسيح اصلا من ساعه السد العالي مفيش تماسيح بتعدي من البوابات دي كلها، ده منين من اسوان لحد الدلتا مفيش حاجه بتعدي. انما الفكره دي كلها جت نتيجه ان هو اصلا جلبه منين الله اعلم، رباه عنده عامل له حوض زي اللي بيربي سحلفه اللي بيربي اسماك حاجات زي كده، وخده بقى فنزل في الترعه دي. الناس طبعا بتخاف لان الهيستوري اللي عندها ان التماسيح دي طبعا مؤذيه وحاجات زي كده يعني. فلسه المسؤولين بيدوروا على التمساح دلوقتي اللي نزل في ترعه في المنوفيه. لا انا هقول لحضرتك خبر حصري ان من فضل الله، ودي انا من قناتك المتميزه وحضرتك عاوزين نوجه تحيه لمعالي الوزير المحافظ اللي امر بتشكيل لجنه على طول من اخواننا في حي شرق شبين الكوم وشرطه المسطحات والطب البيطري والبيئه. المعني بالامر كله هي البيئه بصراحه. انا بحيي يعني لقوا التمساح؟ لا لقوه فعلا، لقينا التمساح يا جماعه، التمساح ومتحفظين عليه عندنا في مديريه الطب البيطري لغايه لما تيجي لما يجي اخواتنا في او زملائنا في البيئه يستلموه غدا استلام رسمي بعد ما احنا تحفظنا الحمد لله عليه. لقينا التمساح وخلاص، هو قيد الاقامه الجبريه دلوقتي التمساح خلاص مش حر طليق يعني خلاص بالظبط كده، هو قيد الاقامه الجبريه والناس وهو ما يعني الحمد لله الامور تمام بفضل الله يعني. وبقدم من خلال قناتك التحيه لرجال حي شرق بصراحه لانهم بذلوا جهد كبير جدا. اشكرك. وكل اللي ساعدوهم ودي منظومه روح الفريق في المنوفيه بصراحه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم ابو الغار مدير مديريه الطب البيطري في المنوفيه. الحمد لله يا جماعه اطمنوا التمساح اتلقى خلاص ومش حر طليق. طيب للاسف في كده موضوع عايزه اكلمكم فيه بسرعه، اسره مصريه عايشة مأساة، هي عايشة في مدينة طنطا الأسرة دي بعد وفاة الطفل حاتم زين الدين ابن هذه الأسرة، مأساة كبيرة لأنه غرق في حمام سباحة في نادي من أندية طنطا. حاتم عنده 7 سنين كان في النادي مع والدته عشان عنده تمرين سباحة، نزل الحمام من غير ما يكون المدرب أو المنقذ موجودين. الأم لاحظت أنه مش موجود دورت عليه علشان تكتشف بعد كده أنه غرق ومات. مأساة إنسانية بتحصل لطفل في عمر الظهور، وده بيفتح من جديد ملف حوادث حمامات السباحة وقواعد السلامة ونوعية الاحتياطات والإجراءات اللي بتاخدها النوادي للحفاظ على حياة اللي بينزلوا حمامات السباحة خصوصا من الأطفال. عم الطفل حاتم اتهم إدارة النادي بالإهمال، عنده حق طبعا، والتسبب في وفاته، وده كان في محضر الشرطة اللي اتحرر في الواقعة دي عشان تبتدي كده الإجراءات القانونية والتحقيقات في هذه المأساة. فعلا مأساة. عزقنا لأسرة حاتم، ربنا يصبركم على فراقه. طيب لسه احنا في محافظة الغربية، في مواطن مصري بسيط من محافظة الغربية اسمه محمود رجب بيشتغل خراط، عنده 3 بنات بس كان هو بيحلم بالولد اللي يشيل اسمه. في ليلة واحدة بعد ما كان أب لـ3 بقى أب لـ8 أطفال منهم 3 ولاد، يعني اللي كان بيحلم بيه حصل وزيادة، 5 توائم مرة واحدة مرة واحدة ما شاء الله. الحمد لله الأم ولدت في مستشفى المنشاوي العام وطبعا في طنطا حالتها كويسة، التوائم الـ5 بخير، لكن الأب بقى عنده كده مشاعر مختلطة ما بين الفرحة وبين أنه حاسس أنه ده هيبقى عليه حمل تقيل، لأنه بدل ما كان بيربي 3 هو هيربي 8 أطفال، ما كانش قادر على 3 دلوقتي بقوا 8 مرة واحدة، ربنا يعينه. إنما يعني عم محمود مالهم البنات، 3 بنات حلوين يتربوا كويس يتعلموا كويس ربنا يطرح فيهم البركة، هنقول ايه بس يعني لازم برضو
في الاخر نبارك لك ونبارك لامهم وحمد لله على سلامتها، وربنا بقى يعينك ويعينها على يعني الحمل ده. طيب معانا على التليفون استاذ محمود وارد، والد الاطفال الخمسه ايه بقى؟ خمسه اللي اتولدوا النهارده، الخمسه التوائم، لكن هو دلوقتي والد اطفال ثمانيه، مجموعه كلها ثمانيه. استاذ محمود اهلا بحضرتك، ومش عارفه اقول لحضرتك ايه، مبروك ولا حضرتك احساسك ايه؟ استاذ محمود سامعني؟ استاذ محمود ممكن تسمعنا من التليفون؟ طيب الخط قطع. طيب مش هنلحق، خلاص بقى هنشوف هنشوف عندنا ايه بعد الفاصل. بس كان نفسي اعرف مشاعر الاستاذ محمود والد الاطفال اللي هم كلهم على بعض ثمانية، وهو جاب خمس توائم لسه من كام يوم. النهارده عندنا ايه في مصر جديدة؟ النهارده ضفنا فنان جميل، فنان هشام اسماعيل. مشواره الفني بدا من مسرح كليه التجاره في جامعه حلوان، بعد كده كمل مشواره من خلال مسرحيات من تاليف واخراج كاتب كبير زي ليلين الرملي، مسرحيه الشيء، كلنا عايزين صوره، سلام النساء. بعد ده كله بدا يشارك في افلام مهمه، لقى نفسه داخل في افلام مهمه مع فنانين مهمين زي فيلم طير انت، سيما علي بابا مع ميكي، عسل اسود مع احمد حلمي، وغيرها من الاعمال الفنيه اللي نجحت واللي عملت يعني مشاهده حلوه جدا. المشوار ده جهزه للمرحله الاكثر شهره في حياته الفنيه، مرحلة الكبير قوي. ليه بقى الكبير قوي؟ كان مرحلة يعني ممكن عمل واحد يمثل مرحلة في حياته، لأنه الدور اللي عمله كان دور مهم جدا وجميل، وقدر يعمله بطريقة خلته يعني يكون لو الدور عادي هو بقى يعني أكثر نجاحا، ومش عادي فزاع. معنا فزاع في الكبير قوي، دي الشخصية اللي علمت جدا مع الجمهور، الجمهور تفاعل معاها حبها جدا. الجميل بقى في هشام اسماعيل انه ما حصرش نفسه في فزاع، شفناه كمان في قمة الإبداع وهو بيقدم دور البلتاجي القيادي الكبير في الجماعة الإرهابية، كمان أنسي مع يسرى في أحلام سعيدة، شخصيتين ما لهمش علاقة خالص ببعض وما لهمش علاقة كمان بفزاع. فأثبت الحقيقة هشام اسماعيل انه ناجح في أي شكل وأي دور. الفنان الجميل هشام إسماعيل معانا في مصر جديدة بعد الفاصل. قرارات هامة جديدة يصدرها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بمختلف القطاعات في وقت تشهد فيه حركة التجارة والاقتصاد في مصر والعالم ارتباكاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. أبرز هذه القرارات ما يتعلق بظاهرة الأوفر برايس الخاصة بشراء السيارات الجديدة، وخاصة لمن قاموا بسداد كامل الثمن قبل 12 أبريل. كل اللي سدد كامل قيمة السلعة حتى تاريخ 12/4 اللي هو تاريخ صدور قرار جهاز حماية المستهلك هيستلم سلعته بنفس السعر اللي تم الاتفاق عليه. أي حد ما كانش سدد كامل الثمن لحد 12/4 من حقه ان هو يسترد ما سدده من دفعات مضافا اليها اعلى فايده بنكيه موجوده في السوق المصرفي حاليا اللي هي 18%. القرارات شملت ايضا طباعه الاسعار على عبوات السجائر قبل بيعها، كما أعلن جهاز حماية المستهلك عن تخفيض مدة البت في شكاوى المستهلكين الخاصة بشراء السلع المعمرة إلى 3 أيام فقط، حيث نجح الجهاز في حل أكثر من 90% من هذه الشكاوى خلال الفترة الأخيرة. في تحديات شديدة جدا على الشركات عشان تقدر تنفذ هذا القرار، خصوصا الشركات اللي بتمثل شركات عالمية، وإنها إزاي تلزمها بأن هي تكتب العمر الافتراضي على السلعة وعلى العبوة وعلى شهادة الضمان وعلى الفاتورة. مسألة تحدي كان كبير، لكن الحقيقة نجح الشركات المصرية في أن هي تسجله على كافة السلع اللي تنزل السوق. تضمنت القرارات أيضا حزمة إجراءات لسوق الدواء والمنتجات المتعلقة بمستحضرات التجميل. الدواء مكانه الصيدلية، أي تجارة ليها علاقة بالمستحضرات الطبية والتجميلية ما بتتمش غير من الصيدليات المرخصة، لكن كل موجود على السوشيال ميديا ده بيبقى يعني في نصب واحتيال على المستهلكين.
قرارات جهاز حماية المستهلك مع موجة من عدم الاستقرار في الأسعار، يحاول الجهاز من خلالها حماية المستهلكين من الاستغلال والانفلات الذي قد يصاحب هذه الموجة. كريم صبري، مصر جديدة، ETC. فزاع في الكبير قوي يعني، وأنسي في أحلام سعيدة، والبلتاجي في الاختيار ثلاثة. هو النهاردة ضيفنا هو الثلاثة دول، هو الثلاث شخصيات في واحد. ثلاثة نجحوا في رمضان اللي فات تحت نفس الاسم اللي لمع أول مرة في مسرحية قهوة سادة، وبعد كده تألق في كل أدواره السينمائية والتلفزيونية والمسرحية اللي قدر يأديها الحقيقة بطريقة مقنعة جدا، سواء كان الدور كوميدي أو دور شر أو حتى دور الراجل الطيب المغلوب على أمره. وهي دي بقى موهبة ضيفنا النهاردة، الفنان الجميل جدا هشام إسماعيل اللي منورنا في مصر جديدة. يا مساء الفل. هو على فكرة يا جماعة، نسيت أقول لكم حاجة مهمة، هو زملكاوي أصيل وصميم جدا. لا هم عارفين، هم عارفين، عارفين كل أنا يعني أنا أول بأول أخباري كلها معروف، بزود المعرفة. أنت أنا متشرفت بوجودي مع حضرتك. مساء الفل، مساء الجمال، ومتشكر على حضرتك على الكلام الجميل ده وعلى الفيديو اللطيف ده، ومتشكر لذوقكم. ده ويلكم كليب كده سريع، بنرحب بيك فيه. ده فيري ويلكم جدا، ميرسي قوي. ايه الموضوع الزمالك؟ انا عرفت انك زملكاوي اصيل فلبست لك احمر. والله طب ما حلو ده، عشان في توازن عشان والزمالك لسه فايز النهارده في الباسكت. فايز في الباسكت الحمد لله. الحمد لله، الف مبروك. اصل كنت مركز النهارده طول اليوم مع ليفربول وبتاع، فجاي بالاحساس الاحباط، قلت الزمالك كسب كويس انه كسب حاجه النهارده. الحمد لله، الحمد لله. بس امبارح اعتقد كانت الاخبار مش حلوه بالنسبه لك كزملكاوي صميم. ما لا لا، كنت قاعد عادي. الاهلي لما بيكسب في الدقايق الاخيره، لا وانا بقيت اتخض. ما هو ده فيلم معروف، ما هو فيلم نهايته فين السسبنس؟ هو نفس الفيلم، هو كنت انا قاعده واتفرج. انا كنت قاعد بعد يعني انا فتحت على 1-0 ومراتي جنبي، قلت لها ما هيكسبوا. ده فاضل 7 دقايق وقت ضايع، قلت لها ما هيكسبوا فيهم. كنت قاعده مع شله زملكاويه امبارح وقت الماتش، قالوا لي كان هيكسب، كلهم قالوا نفس الكلمه. ايوه ما احنا حفظنا اصل انا الاهلاويه الوحيده اللي كنت قاعده ولابسه لهم. وانا كل ما بقابل اصحابي الاهلاويه بقول لهم انتوا هتمثلوا يا جماعه ان في سسبنس وتتخضوا وتخافوا. تخافوا من ايه؟ هيكسب عادي، ولو ما كسبش هيكسب اللي بعدها، وهيكسب البطوله كلها. المسائل بسيطه يعني. طب ايه ليه الغيره دي؟ لا مش غيره، ده واقع. ما هو اصل يبقى الانسان بقى من الايه، من قله الذكاء ان هو يقعد يتصور نهايات مختلفه. لا هو نفس المنافس، حفظنا المسائل، هيكسب يعني هيكسب. بس دي حاجه حلوه، مبروك، كويس كويس كويس. هو بيكسب يعني، هو اللي عنده جماهير ليه؟ عشان بيكسب بالطريقه دي بالظبط، عشان كده ناس كتير زملكاويه بالطريقه دي. قصدك اللي هي ليه؟ هي الجميله، الطريقه الجميله دي بتاعت اللي هي المفاجاه، الاصرار لحد الدقيقه 99 و100 والماتش ما بيخلصش الحقيقة. ايوه ارمي كلام، ارمي كلام. بس حلو، ما هو في ناس كتير بتاخد وقت ضايع ما بتعملش بيه حاجه. كويس، ده كلام الزملكاويه انه الاهلاويه بيكسبوا في الوقت بدل 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 الضايع. هو احنا ما هو ده اللي بنشوفه، اصل احنا هنخبي ليه؟ ما ده اللي بنشوفه فعلا يعني، معلومه حقيقيه. طب يعني وبيكسب في اوقات ثانيه برضه، وبيكسب في كل الاوقات الحقيقه. غيره غيره غيره. لا لا، واقع واقع واقع. ايوه انا عرفت انك بتلعب كمان كوره يعني، انت كمان والله على عامل جروب يعني، بلعب في انت جروب انت واصحابك. لا والله ليا نادي الزمالك وعارفاهم انا. ده حقيقي. ياسر ليه؟ صح، اقول لك اساميهم؟ ده انا ايمن العجمي وياسر شنيدي والحاج سيف. شفت العصفوره جابتهم لي التلاته. ياسر شنيدي لا دول كباتن كبار طبعا، يعني كباتني يعني اكبر مني واقدم مني. اهم صورهم. لا ده كابتن شيكابالا. شيكابالا انا مش شايفه من بعيد. انا عضو في النادي، انا عضو في النادي اصلا، فبروح العب يعني عاده يوم السبت او الاربع حسب ظروف الشغل والوقت يعني. بس ليا يوم في الاسبوع بروح العب كوره معاهم. بس بقى لي فتره مصاب، بروح العب كده على الواقف يعني، اصابات بقى، بيجي لي اصابات رياضيه برضو زي اللعيبه. من ايه؟ من الكوره يعني. بيجي لي رباط صليبي، ويجي لي غضروف، ويجي لي في ظهري معرفش ايه حاجات اللعيبه دي. فكنت حتى رايح ساعتها، الصوره دي رايح للدكتور محمد اسامه طبيب النادي بتاع الفريق. ايوه. فقابلت كابتن شيكابالا بالصدفه، فتصورت معاه. ما بتصورش مع يعني في العادي اصلا، بشوف اللعيبه بتكسف يعني، اقول له اتصور او كده، يمكن هو مشغول. بس شيكابالا حاجه تانية. بالنسبه لك مين اهم لاعب في تاريخ الزمالك؟ لا في لعيبه كتير قوي، لعيبه كتير قوي يعني. كابتن حماده امام ده من الناس اللي الله يرحمه اللي صنعت شعبيه الزمالك في الستينات، وكابتن حازم امام اكيد. شيكابالا طبعا، احنا يعني عندنا لعيب اللي هو بيدي اللمسه السحريه ده فاكهه عندنا، كابتن جمال عبد الحميد. لا في لعيبه مهمه، كابتن اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، ابراهيم يوسف الله يرحمه. في جيل كده في الثمانينات كان بالنسبه لنا كطفل يعني ده جيل اعجازي. وظهر بقى بعديهم بقى الجيل الثاني اللي هو التسعينات اللي كسبوا الدوري وافريقيا وما اعرفش ايه. بس
عشان الواحد اتولد شاف الجيد ده وهو صغير بالنسبه لهم دول آلهة يعني الكوره يعني زي اليونانيين آلهة الاغريق كده يعني حاجه. مين الزملكاوي اللاعب الزملكاوي اللي انت شايف مش المفروض يبقى في الزمالك؟ انت كزملكاوي صميم واصيل هو بتقول دلوقتي يمشي من الزمالك الجيل ده هو لعيب واحد بس اللي يقعد. مين هم كلهم يمشوا؟ لعيب واحد اللي يقعد زيزو بس. هو زيزو بس مش يلعب كل المراكز. يا ريت يا رب عندنا 11 زيزو. ولما الباقيين الله يكرمهم متشكرين قوي متشكرين لذوقهم جدا والله تعبناهم والله. حتى زيزو كان اهلاوي اصلا قبل الزمالك. لا دي معلومه ما اعرفهاش بس انا حتى لو كان بيشجع مين بالنسبه لي زيزو هو نموذج للمحترف اللي بيخلص للنادي اللي بيلعب له في ظروفه الصعبه في ظروفه الكويسه. راجل بيقدم عليه وبيبذل اقصى مجهود في الملعب والوحيد اللي بيتضايق ويطالب بضرب الجزاء ويجري شوت الفاول هو بيلعب لوحده يعني زيزو 11 زيزو بقى. حتى ابو جبل مش عاجبك؟ لا لا ابو جبل متشكرين جدا يعني الحقيقه من ساعه ما رجع من كاس الامم الافريقيه وهو احنا رحنا في الكوره جامد قوي مش عارف ليه فجاه كده. ما انا ما عرفت انك زملكاوي صميم فاستفزني الموضوع ده. تجيبي بقى المعلومات قلت هتسالك الاحمر قلت بقى ايه طلع من العينين المعلومات. لو انت لابس شميز ابيض كمان. ابو جبل رجع والله بالصدفه والله. ابو جبل رجع من كاس الامم الافريقيه جاب التوب فورم بتاعته جاب البيك يعني نقطه الاعلى حاجه في المنحنى وبعد كده عمال ينزل معانا ينزل لحد ما اختفى. هو مش في تركيزه تماما مش في الفورم. رجع من ساعه ما رجع من كاس الامم الافريقيه. بس فاتمنى له يرجع لمستواه. اتمنى الفرقه كلها ترجع لمستواها. بس حاليا اللي حضرتك بتقولي مين يمشي؟ لا هو الوحيد اللي يقعد زيزو يعني ده النموذج الوحيد اللي ممكن يلعب كوره يعني. انا عارفه انك ما اتولدتش زملكاوي. انا عارفه انك انت ما خدتهاش وراثه. لا 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 هي مش وراثه بس انا يعني بابايا الله يرحمه اهلاوي بالظبط. بس كان زمان الناس في الثمانينات والله العظيم يعني والسبعينات طبعا وما وتشوفي الافلام القديمه وكده كانت الناس لطيفه الحياه ظريفه يعني ما اتغلبت ودقيقه ويخلص زي الاجانب اللي هو وسط الماتش بياكلوا بعض يخلص الماتش شكرا في غضب الهزيمه او في فرحه الفوز دقيقتين وتلاقيهم نسيوا كل حاجه الموضوع انتهى. دلوقتي بقت الناس عايشه قايمه نايمه بتاكل في بعضها على الكوره يعني حتى اثناء ما فيش ماتشات عاملين يهروا مع بعض. لكن بابايا كان اهلاوي لطيف يعني وكان ياخدني معاه الماتشات يقول لي ايه بص الاهلي والزمالك بالذات الاهلي والزمالك بالذات يعني وديني لسات ماتشات الزمالك يروح معايا. لكن لو ماتشات اهلي وزمالك يقول لي مره الماتش عندك ومره الماتش عندي يعني ايه فمره احضر معاه ماتشات في جمهور الاهلي بقعد بقى باصص لهم بقى بيقولوا حاجات بقى مش عجباني وبتاع ومره ماتش وكذلك هو في الزمالك ايه ده انا اضحك اقول له بنقول اهو زي ما انتم بتقولوا بتاع يعني حاجات عامله كده طيب مين اللي حببك طب في الزمالك؟ يعني لما باباك اهلاوي وبياخدك الماتشات بتاعت الاهلي وكده كل ده وطلعت زملكاوي ازاي؟ انا امي زملكاويه غالبا كانت عندي في بابايا يعني عارفه اللي هو ايه انت اهلاوي طب انا زملكاويه يعني كده مش عارفه تتمرد عليه فتتمرد عليه الانتماء الرياضي حاجه كده يعني حتى امي مالهاش في الكوره قوي يعني هي بعد الماتش ما يخلص تقول لي كسبوا طب الحمد لله مؤخرا بقى بقيت ايه تتابع الماتش عشان تقول لي ما تروحش تحرق في دمك وهدي اعصابك وكده يعني زي مراتي برده ما كانش ليها في الكوره بعدين ايه في الاول قالت لي طب ماشي الله لطيف الزمالك بعد شافت بقى التراجيديات اللي احنا بنعملها فقالت لي انتوا ازاي بتستحملوا كده لا يا عم انا محايده اشجع مصر وبتاع فانا بالنسبه لي انا عضو في النادي وانا صغير جدا يعني ده النادي اللي اشتركنا فيه واحنا صغيرين ساكنين قريب منه ولاد خالتي كانوا ساكنين قريب منه بيروحوا وبتاع عشان العيله تجتمع اشتركنا في نادي الزمالك فبروح كعضو ثم حبيت النادي جدا وجدرانه ومبانيه و و و و ولسه بتحب النادي بجدرانه وبمبانيه رغم اتغير شكله يعني بشكل جذري يعني اتغير تماما شكله لكن لازال للاحلى ولا للاوحش؟ والله كده وكده يعني في اماكن ليها حنين معين اختفت من المكان في الوجود وفي اماكن جديده اتبنت شكلها حلو برضو انا عارفه حدائق كتير اتبنت كتير هي في اوريدي نزل اي نادي زمان كان في حدائق هستيريه تم اعاده تخطيط النادي بشكل معين تم زياده حمامات السباحه عشان تسعى لعدد الرهيب تم زياده المباني الاجتماعيه عشان تسعى لعدد الرهيب لكن زمان كان له حنين معين انا اتعودت عارفه لاي مكان ما تروحي مثلا بيت قديم او شارع قديم تقولي هو بقى حلو التطوير بس انا كنت بحب زمان البيت اللي شكله كده بس هل الموضوع مباني يعني انا عارفه انه في مباني بتتبني وحدائق بتتعمل هل الموضوع تطوير نادي الزمالك بيكون تطوير في المباني فقط لا ما هو التطوير حقيقي ما هو خلي بالك النادي مش مباني برضه نادي الزمالك معلش ما هو نادي رياضي برضه يعني على مستوى النادي الرياضي النادي ماشي يعني ماشي يعني مباني ويخسر لا مش بيخسر هو في رتمه الطبيعي هو الزمالك لا يعني ماشي في رتمه الطبيعي ومحافظ على وجوده الطبيعي بالعكس كان في فتره قبل تولي الاستاذ مرتضى منصور فتره 10 سنين عجاف كسبنا فيهم كاس مصر بس 2008 اللي هو بس شكرا على كده 10 سنين فيها كاس مصر بس يعني وسنوات العجاف بقت احسن يعني لا لا ما اتغيرت طبعا ما انت من 2014 كل سنه بتاخدي بطوله او اثنين من 2000 يا بتاخدي دوري يا بتاخدي كاس مصر يا بتاخدي كاس الكونفدراليه الافريقيه يا سوبر افريقيا يعني كل سنه في بطوله يعني السنه اللي فاتت في الدوري
السنة اللي قبلها في كاس، السنة اللي قبلها في أفريقيا، وهكذا المسائل ماشية كده. في سنتين بتبقى بطولتين ثلاثة مع بعض، يعني كاس مصر وأفريقيا وسوبر مصري أو سوبر أفريقي. فده الريتم الطبيعي للنادي، إنه في بطولة أو اتنين على الأقل في السنة. في 10 سنين كانت عجاف، فالعشر سنين العجاف دي برضو كان في إهمال تام للنادي الاجتماعي. ده كان شيء برضو بشع إن النادي الاجتماعي إن أنا متعود أروحه مش بقى معالمه اتغيرت، ده معالمه يعني اتمحلت، يعني هو المبنى الاجتماعي بس مش مظبوط، ده قايل السقوط ومش عارف ايه. حزين طبعا مثلا في مدرجات استاد نادي الزمالك التاريخيه مش موجوده وتهدت، بس قيل انها قايله للسقوط، فخلاص انا هعمل هروح ابنيها انا يعني في قصدي طريقه ثانيه. يعني في بعض الاماكن كان ليها حنينه، اتولدت شفت النادي وعشت فيه كده بريحته، بريحه المباني اللي انا اتعودت عليها، والصاله الشتويه ليها ريحه مش عارف ايه، اماكن اختفت بس لا زال النادي. في حدائق كمان معينه اختفت، عرفت انه في ناس زعلان عليها شويه. لا 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 من زمان قوي، اصل كان في اماكن زي يعني غير مستغله، اللي مثلا ناحيه جامع الدول العربيه، شارع جامع الدول العربيه ناحيه ميدان سفنكس وكده، انا بكلمك جغرافيا على حاجات انا عشتها. في اماكن ما كناش بنروحها خالص، لان دي اماكن يعني مليانه شجر كده كثيف وخلاص ومقفوله كده، ولا هي جنينه ولا يعني زي ما تقولي ايه مقلب نفايات. فالنادي لا بقى كله يعني شبر، فيه بقى فيه حاجه، يا مطاعم مش عارف اماكن، مش هو النادي اللي انا كنت زمان فيه، بس ده نادي تاني حلو للجيل الموجود، ده نادي جميل للجيل الموجود. انا بروح برضو من باب الحنين، يعني اللي هو انا ايه بفتكر نفسي وداخل من نفس البوابه دي، لما شفت الكابتن ما اعرفش مين، ولما كانوا الكباتن بيسهروا مش عارف ازاي قاعدين القعده دي، ولما كنا بنركن العجل بتاعنا في الحته الفلانيه، يعني بروح كل اللي هو سبت او اربع ده العب كوره من باب الحنين، بفتكر شكل النادي. نفسي حمام السباحه هو لما انزل فيه مثلا بحس ان انا مستمتع بذكرياتي، بفتكر لما كنت بتمرن هنا وبتاع، مود كده. فحبيت الزمالك. بتودي اولادك بقى بيلعبوا في الزمالك هم كمان؟ الحقيقه لا، بسبب جغرافيه المكان، يعني بنروح نادي اخر قريب مننا في منطقه اكتوبر، لكن انا اللي بروح لوحدي لانه هم مش بيلعبوا هناك. كنت بتوديهم النادي الاهلي في لا اكتوبر؟ لا مستحيل، مش حتتي دي، مش منطقه. في ناس عندها القدره دي، في ناس عندها القدره. ما عندكش روح رياضيه؟ لا نادي الاهلي على فكره، نادي الاهلي نادي اجتماعي، نادي كويس جدا ممتاز، سواء فرع زايد مثلا بكلم قريب مني، يعني فرع زايد قريب مني، فرع كويس جدا كاجتماعيا، ممكن نروح نحضر فيه اعياد ميلاد مش عارف ايه، نادي جميل. بس انا يعني عاطفيا يعني ميولي ان انا لا، لو في يعني لو في نادي الزمالك ومستواه اقل لا نادي الزمالك، يعني دي حاجه حب بقى، ده حاله جلد للذات. لا والله ده حب، حب في فرق بين الحب، اصل انا مش بشجع عشان هو لازم يكسبني ونحصد البطولات، مفيش الجو ده، هنستمتع بحب النادي، كسب السنه دي كل حاجه حب فرحاني. النادي في الفراغ اللانهائي اخسر واحبه، ما انت اخسر دي، اخسر دي فكره اخسر دي الفكره المسوق ليها، هو مش بيخسر، هو كل سنه بقول لحضرتك بيكسب يا بطوله يا اتنين، فين الخساره؟ لما يخسر ماتش حتى الدوري ده 40 ماتش يعني، ولا يعني بيقعدوا يلعبوا طول السنه فيه، لما يخسر ماتش او اتنين ما بيقعدوش انت بتخسر الماتشات، لا المهم البطوله في الاخر، ما يخسر الدوري يقول خسر الدوري، كسب كاس مصر اذا عوض الدوري، كسب الدوري مصلحه، يعني في تنافس طبيعي. انما التسويق لفكره ان كل ماتش الزمالك هيخسره في الدوري يبقى خسر العالم، لا دي فكره غريبه جدا، ما الاهلي برضو بيخسر وبيتعادل في الدوري وفي النهايه بياخد الدوري، يعني خساره قليله قوي. لا ما هو ده المسوق له حضرتك والله، احنا بنسوق غلط، بيتم تسويق الفكره للجماهير من ناحيتين، اللي بتحب الاهلي فبيزيدوا عندهم العاطفه والشعبيه، فيقولوا لهم بصوا احنا بنكسب على طول، ايوه ما هو الدوري فيه ماتشات كتير ممكن تكسب كتير، وممكن تخسر ماتش في النص او تتعادل وترجع تاني تكسب، وهكذا المنافسه الرياضيه. شفنا ليفربول يعني شفنا ليفربول ومانشستر سيتي لاخر ثانيه لاخر لحظه في اليوم، يعني في منافسه على الدوري، ودي الرياضه اللي فيها التقدم، يعني الدول المتقدمه هكذا الرياضه. يعني كيف يمكن، اخر سؤال في الرياضه، كيف يمكن انه الزمالك يتطور في الفتره الجايه؟ يتطور من ناحيه ايه؟ في اللعب في الملعب، انه يفوز. هو بيفوز بس اللعيبه يعني الحمد لله، يعني احنا لحد السنه اللي فاتت واخدين الدوري، وكاس مصر اتاجل هيتلعب السنه دي، اوكي فاحنا عندنا بطوله من الاثنين، فكل سنه عندنا بطوله او اتنين. الجيل الموجود دلوقتي بالاسلوب اللي بيلعبوا بيه، التراخي اللي هم فيه، عدم تقدير حب الجمهور، عدم احترامهم للفانيلا اللي لابسينها، مخلي المنافسه بقت صعبه، يعني الاهلي في مستوى سيء وهم بيدوا الاسوء، فالمنافسه ماشيه في حته غريبه جدا، واحد يعني بيعرج والتاني ما قاعد ما بيتحركش، فالمساله بقت صعبه جدا. طب ما انت تنافس بقوه لاخر لحظه، بنشوف ما بيقعدش يقول بقى اصل فلوسنا واصل الدنيا بتاع، لا لازم يبقى في يعني كثير من الضمير وحب الجماهير واهتمام بيهم، وساعتها الفريق هينافس بشكل طبيعي. ده الجيل بتاع السنه دي، انما الزمالك عموما بلا زمالك كويس. الجيل اللي انتقل من اشرف بن شرقي صفقه انتقاله للاهلي، والله ما عندنا فكره، كان هو بينفي وراجل بينفي، لما يروح مبروك عليهم، ايه المشكله؟ ده راجل محترف اصلا، مش يعني مش ابن نادي الزمالك متربي في النادي، يعني من حقه يروح النادي اللي يعجبه بالفلوس اللي هتعجبه، والاهلي بيدفع ما شاء الله فبياخد اللي هو عايزه. الاهلي بيدفع طبعا طبعا، ما شاء الله بنبارك لهم على انجازات الباسكت السنه دي بمدرب الزمالك، بمدرب الزمالك، ما كان مدرب الزمالك راجل اسباني اوجستي ده، كسب مع الزمالك كاس افريقيا والدوري،
وراجل ماشي مع الفريق بشكل فظيع. الاهلي استقطبه لانه راجل اسباني من حقه يعمل معاه العقد اللي يعجبه وبيدفع له 5 أضعاف، فتمام، فالراجل راح كسب معاهم كل حاجه. الشاطرين عرفوا ياخدوه، هايل. ما هو ده اللي ماشيين بيه على طول، ودي حاجه برضو تحسب ليهم. مش ممكن. انا بكلمك على الواقع، انا بكلمك على حاجه مش موجوده تحت السطور يا جماعه. عادي والله كلام، لو خدت عنوان كلام حقيقي، يعني كلام حقيقي واقعي، معلومات حقيقيه، ضرب تحت الحزام ابدا والله. هل يفوز الاهلي؟ يفوز الاهلي فعلا. كيف فاز بالباسكت؟ حصل على مدرب الزمالك، معلومات حقيقيه موجوده. شفتوا كيف فاز الاهلي بالباسكت؟ حصل على مدرب الزمالك. طب نفس اللعيبه موجوده السنه اللي فاتت ما خدتش حاجه خالص. لما جابوا مدرب الزمالك خدوا كل حاجه، ولا هم قدروا يطوروا من نفسهم ويركزوا؟ هو المدرب اللي عمل كده، مو مدرب راس العمل اي مدير او مدرب فني او مدير فني. هنمشيها كده عشان كده والله بجيب لك الواقع يا فندم. طيب رمضان اللي فات الحقيقه ده خرجنا من الرياضه بمعجزه. ده انا كنت رايح في حته ضلمه خالص. لا الحمد لله هربت منها. خايف من ايه طيب؟ لا مش خايف، خايف ان انا ما اقولش الحقائق بشكلها المظبوط، لان حاليا بيتم اقتطاع الكلام بطرق على الانترنت وكده لاشعال الحرائق. ده مش تبعنا، مش تبعكم انتوا. الصحفيين بيلتقط او بتاع، يا عيني في جيل طالع كده صغنن بيبقى سعيد جدا لما يشعل الحريقه. فالموقع يشتعل بالبتاع، مش عارف ايه، الاهلي فاز بالبتاع لانه عمل مش عارف ايه، فيقوم واخد بتاع العنوان ده. فانا رصيل من الشتائم بقيت ده، يعني ده بقى ايه؟ ده الطبيعي، ده بقى المود بتاع الناس اللي هو ايه، يصحى من النوم كده، مين النهارده كاتب اي حاجه ومشتت، مين الترند النهارده، مين الترند اللي مدخلين فيه شمال، يلا بينا الترند ده النهارده. فبس بخاف ان كلامي يقتطع من سياقه، لان انا دايما دايما مشكلتي لما بقول كلام بيبقى الكلام لازم تفهميه على حضرتك على بعضه، حتى لو احنا بنهزر مع بعض كده في سياق وبنهزر مع بعض، برضو الكلام حضرتك قلتي جمله حلوه فانا قلت جمله حلوه، لو اتاخدت مقتطعه كان كلام حضرتك فيه حاجه، صح، في مشكله. بس هي دي الازمه يعني. هربت بقى بالظبط. بما اننا بنتكلم على الترند، انت كنت في رمضان اللي فات ترند بكل المقاييس. والله على قد فزاع، انسي، قلب التاجي، الحمد لله. انا بقى وانا قاعده قدامك دلوقتي، كنا لسه يوم الاربعاء جايبين احمد مصطفى المكير اللي كان عامل لك مكياج ومغيرك من هشام اسماعيل للبلتاجي الحقيقه. وانا قاعده قدامك قاعده فاكره صورتك بالزبيبه اللي شكلها غريب وبضحكتك والشنب بتاع البلتاجي قبل فزاع. انا الحقيقه انا حاسه انه خلاص ناقص لك الشنب. هو حضرتك وتبقى اصلا البلتاجي. يعني هو هقول لحضرتك وانا اصلا في شبه شويه، شكلي الحقيقي اصلا ناس كتير ما تبقتش عارفاه او انا ما بقتش عارفه حتى. يعني شكلي الحقيقي ايه؟ انا شكلي بقى شبه انا مين يا جماعه؟ يعني شكلي الحقيقي بقى شبه الشخصيه اللي بعملها. يمكن ده من حبي لفكره التشخيص وفكره التمثيل قوي، وان التمثيل لازم اغير شكلي خالص، وشفت ده على نجوم عالميين واساتذه كبار عندنا زي استاذ احمد زكي ففكره ان انت تتغير جلدك خالص دي بحبها. بالعكس لما بطلع بشكل الحقيقي بحس ان انا مش في احسن حالاتي، يعني انا مش في حاجه غلط. طب مش عايزين البس نظاره، طب شنب، طب احلق خالص، يعني عايز العب اللعبه دي طول الوقت. وبتبقى مريحين نفسيا، لان بحس ان انا مثلا لو الدور اسمه علي، فعلي ايه؟ علي ازاي؟ علي بيزك ولا علي عنده حاجه غريبه في وشه ولا علي ماله؟ لازم ابقى علي او ابقى فزاع. ابقى فزاع يبقى يبقى في حواجب تخينه وفي شنب كث وبتاع. الفكره انه فعلا اللي عمله الاستاذ احمد مصطفى في البلتاجي دي براعه منه عظيمه جدا. يظل معاها فكره ان انا اصلا شايف نفسي في المرايه طول الوقت عايز ابقى البلتاجي، يعني عايز ابص له في المرايه ابقى انا. مجرد ما الراجل اشتغل طلع، فالحمد لله يعني. الحقيقه وانا بتكلم معاك بفتكر من اول مره شفتك في قهوه ساده. الله يخليك نورتينا. وانت وانت على المسرح كان انا وكل اللي قاعدين جنبي بنتوقف عند الفنان ده اللي حسينا من اول لحظه انه معجون كده بميه الفن من زمان الحقيقه. وقهوه ساده دي كانت اعتقد وش خير عليك. طبعا ده هي البدايه الحقيقيه اللي اطلقتني واطلقت جيلي كله يعني. صح. وظهرنا كلنا للعلن. يعني اسماء كتير مشهوره الناس حبتها والتفتوا اليها السنه دي وخدوا بالهم ان كلنا من نفس المسرح. يعني اول مره كذا بوست ينتشر فراج على محمد فراج بالظبط. فراج وممدوح وثروت ممدوح وسلام نفسه وهدرس هدرس. فالتفتوا ان كل ده طلع من نفس العرض. يا نهار ابيض ايه العرض ده؟ فعلا كان معمول باحكام شديد وكلنا كاتبين. انا شفته 3 مرات. انت نورتينا والله. انا بفرح جدا لما حد يقول على قهوه ساده. بحس ان هو ذواق قوي يعني جدا. مسرحيه عظيمه وبنحيي طبعا خالد جلال. بالظبط مسرحيه عظيمه فعلا الكبير. وكلنا كنا في احسن حالاتنا وكنا كيمياء واحده والكيمياء دي فضلت منتشره معانا بقيت شغلنا مع الناس كلها. يعني ما بنشتغل مع اي حد ممثل تاني نجم موجود من قبل او شاب او بننقل له فكره التعاون دي فتلاقي طالع معانا تحس ان هو شبهنا يعني بناخده في سكتنا يعني اللي هو فيها ارتجال وفيها ابتكار وفيها كوميديا مختلفه بندور على الافيه الصعب وبتاع اللي هو ما حدش قاله قبل كده يعني ما بنستسهلش. فقهوه ساده بالذات طبعا هي اطلقتني للعلن وبدايتني يعني بدأتني انا ومحمد سلام بدايه مشوارنا السينمائي مع استاذ احمد مكي واستاذ احمد الجندي
في فيلم طير انت. ايوه هو زي ما اطلق طبعا. مربوحه او رحمه في الكبير السنه دي هو اطلقنا برضو في طير انت. اعتمدوا علينا في ادوار رئيسيه بنظهر بنغير شكلنا برضو كاركترات مختلفه ثم انتقلنا معاهم للكبير وسيما علي بابا فيلم سيما علي بابا في نفس التوقيت بدانا ننتشر وناس تعرفنا من خلال منفذ اعمال احمد مكي. فبدايتنا قهوه ساده هو جه حضر المسرحيه برضو ثلاث مرات وكل مره برضو يشاوروا عقلهم يعني ناخد مين وما ناخدش مين لحد ما استقروا عليا انا ومحمد سلام الحمد لله من حظنا يعني. انت ومحمد سلام الحقيقه السنه دي في الكبير قوي كنتوا عاملين دورين يعني اذا كان احمد مكي طبعا عظيم وجميل وبجد عصب المسلسل طبعا طبعا هو وعمل هو العظم العمود الفقري يعني بالزبط. او الهيكل العظمي لو كان هو عظيم فانتم برضو كنتوا عاملين مش ادوار ما ينفعش نقول ادوار مسانده ما ينفعش نقول لا انتوا بصراحه هو كمان كان مديكم دي عظمه احمد مكي برضو يعني عظمه احمد مكي واحمد الجندي كل العمل ابطال حقيقه بالظبط يا فندم ان هو حتى الجداد اللي هم لسه اول مره مربوحه هي رحمه عامل نفادي حاتم صلاح واللي عامل العتره مصطفى غريب واللي عامل طبازه البوليعو عبد الرحمن حتى دول على مستوى ان هم اول مره يظهروا للناس في العلن في هذا العمل الكبير الشهير ذو الاجزاء مديهم كل واحد حلقه وحلقتين كانهم هم ابطال هذه الحلقات فده ذكاء وعظمه من فنه انه بيتيح الفرصه اللي جنبه اولا ما بيبقاش العبء كله عليه ان هو ده بيرهق الفنان او ممكن المشاهد يمل من ان البطل طول الوقت على الشاشه قدامه تاني حاجه ده بيقويه هو لما بيلاقي اللي جنبه عاليين وبيبذلوا اقصى مجهود هو بيزيد هو نفسه لان هو يعني متمكن جدا طبعا فمجرد ما يلاقيني قدامه انا بقول افات حلوه والشخصيه حلوه وراكبه في موقف يزود ويعلى فده بيفيده ويفيدنا وفي نفس الوقت بيفيد العمل كله والعمل في النهايه منسوب لمين منسوب لاحمد مكي واحمد الجن لا بصراحه منسوب لكم كلكم منسوب لنا طبعا الناس خلاص يظل الكبير اللي بيشوفك بيقول لك يا فزاع ده حقيقي بس فكره برضو ان العمل بطوله احمد مكي او يباع باسم الكبير هو احمد مكي في النهايه احمد مكي هو يعني الجسد المبني عليه هذا هذه العضلات والبتاع فهو الفكره ان فعلا هو ميزته انه بيدي كل اللي جنبه فرصه كبيره جدا بنظهر مواهبنا من خلالها وفي نفس الوقت ده بيفيده هو وبيفيد العمل ككل. هسألك سؤال وانت حر انك تجاوب عليه ولا لا؟ انا لا مش هجاوب. انا موافقة. ده مخيرتيني. انا موافقة. اي رفض وخلاص يعني فاهمة اللي هو انا موافقة اللي انت عايزه. اتفضلي يا فندم. بس لا مش موافقة هتجاوب. اتفضلي. اول ما بدأ عرض حلقات مسلسل كبير قوي السنة دي سمعنا انه او في بداية تصويره سمعنا انه ربما يكون في تاتش كده صغير ما بين هشام اسماعيل واحمد مكي، لا ما تعمليش كده بحواجبك مش هخاف. والله ما اعرف ده ايه التاتش ده. مش هقلق انا. احنا كنا في منتهى السعاده كلنا وعمالين نحضن ونبص في بعض وفرحانين. مفيش اي حاجه. كاننا رايحين الملاهي، لا والله ما في حاجه. ليه علاقه بالافيهات اللي بتتقال لا مثلا؟ لا لا لا. عمر ما كان في الكلام ده خالص في الكبير اطلاقا اطلاقا. ده بكرم ربنا الحمد لله الكبير ده عايز اقول لك لو في يعني 1% شراره غضب من حد او يعني خلاف او عمره ما هينجح النجاح ده. يا ربنا ما بيباركش في الحاجات دي صدقيني يعني خدي مني. اي عمل فيه نجم بيتدخل ويبوظ او بطل او نجم فنان تاني متضايق من نجم مش عارف ازاي تلاقي العمل طالع مهلهل او طالع فيه مشكله او طالع العمل وحش على في عينين الناس. انما الكبير ده فيه بركه فيه بركه شديده يعني وكل الناس اللي المسلسل بتروح بجد واحنا بنصور كاننا رايحين ملاهي رايحين نبسط. ليه؟ بنقابل بعض بنقابل الشخصيات احنا بنشوفها في التلفزيون اصلا بنقابلها في الحقيقه اللي هو احنا الممثلين بنقابل بعض يعني. انا شخصيا ببص في المرايه بلاقي فزاع يعني اللي هو بتعامل مع الحكايه ان احنا عالم من السعاده والمرح اللي الناس مستنياه. فلازم لازم نبقى في احسن حالاتنا النفسيه والفنيه وخلي بالك الفنان ما يكونش في احسن حالاته الفنيه غير ما يكون نفسيا يعني طبعا. جوه داخل نفسيا سوي جدا سوي جدا راضي حتى لو بيقول كلمه سعيد انه في هذا العمل و و و و بعدين بقى الشغل بيطلع للناس بيطلع حلو ربنا بيبارك فيه انما عمره ما كان فيه الحمد لله والحقيقه انه كواليس العمل فعلا ظهرت على الشاشه طبعاً. لانه مثلا لما شفنا احمد مكي بيتكلم عن اعمال تانية ناجحه يعني لما غنى ستو انا بتاعت اكرم حسني وهو مسلسل منافس وعمل منافس بيتعرض في نفس الوقت فقد ايه هو نفسيته حلوه مثلا اسمحي لي كمان اقول لحضرتك معلومه ان والاعلان بتاع ياسمين عبد العزيز كل الحاجات اللي زودناها والكلام على برنامج حتى استاذ رامز جلال والكلام حتى على يعني ومهرجان الجونه بالظبط انا بكلم حضرتك ان الكبير نفسه متجاوز فكره المنافسه ليه مش بنقول ان هو خارج المنافسه لا هو بقى طقس من الطقوس الرمضانيه فانت مستنيه تشوفي جواه حتى الحاجات انت بتشوفيها في رمضان اللي هو ايه ده بيتكلموا على برنامج رامز جلال بيتكلموا على اعلان ياسمين عبد العزيز هو الحكايه ان الكبير طقس من الطقوس الرمضانيه انا ما كنتش مكتشف ده غير السنه دي يعني السنه دي خلاص بنفطر بتفرج على الكبير سنين كمان من عمري ناس بيقولوا الكبير ده احلى حاجه في الدنيا اقول لهم تمام يا جماعه مسلسل كان عظيم وكده
وعملت حاجات بعديه حلوه بقى. بس الكبير اصله واكتشف ان هم بيشوفوه لحد دلوقتي كل يوم بنعيده والناس لحد قبل رمضان ما يبدا ايه قال لك الكبير ده هيبدا بقى هيقوم كرر خمس اجزاء يراجع عليهم فيقول لي ده حلقه مش عارف ايه في جزء ايه كنت فظيع يعني حاجه اللي هو من 9 سنين عملتها انا مش فاكر قلت ايه بس هو بيكلمني كان الحاجه طازه. فبقى تقسم الطقوس الرمضانيه زي ما تسمعي اذان الشيخ محمد رفعت زي ما تسمعي تواشيح في الفجر زي ما تسمعي اللي هو وزير رمضان ونيلي وشريهان بكار جزء من الصناعه الرمضانيه زي الكاميرا الخفيه جزء من طقوس رمضان. فلما يتكلم على الاعمال الثانيه هو مش بينافس هو بالعكس ده بيحتفي بيهم يعني يعني كلنا زملاء مبسوطين ببعض. فدي حاله برضه ما حضرتك قلتي من النجاح او الاستواء النفسي يعني ما فيش اي مشاكل ما بتحصلش اصلها كتير بصراحه. ما بقولك الكبير عدى الفكره دي ده بالعكس الناس عايزاه يتكلم على يعني عايزين يفرفش كلنا يعني ده المنطق. مهرجان المزاريطة الدولي فظيع. استعدت او يعني استعدت ازاي انت للمهرجان ده لانه يعني لا كان أنا بقى دي مهم جدا يعني حضرتك قلتي حاجه انا دي عامله لي خلاف مع اداره المهرجان الحقيقه لحد هذه اللحظه انا زعلانه من اداره المهرجان ما عزمونيش هو طبعا ما عزموش حضرتك دي حاجه سهله وانا يعني. زعلانه كان نفسي البس كده فستان وامشي على الريد كاربت كده واتصور كده يمين وشمال وكده وبوفيه فظيع يعني حمص الشام وقصب وحاجات ما مش موجوده في اي مهرجان وكنت عاوزه اوضه ترعى فيو كده بس زعلت والله ليه ما عزمونيش فين اداره المهرجان فين هدرس بالاسف ما هو دي مشكله انا هدرس نفسي عليا شكله اداره المهرجان انا معترض ليه نسيبوها في ايد ناس زي هدرس ومربوحه ودي خبرتهم في تنظيم المهرجانات ضعيفه جدا ومدير امن المهرجان انا طلبت ان انا اتواجد في الـ في الـ في الـ في الاستضافه بتاعه النجوم والحقيقه اداره المهرجان رفضت قالوا لي ده تمسك الامن وبتاع فالموضوع بالنسبه لي كان صعب يعني. لا انا زعلانه إن انت ما تشوف هجرس قول له عشان هو يعني اعلامي صديق جوني صديق هي ماشيه كده هي ماشيه كده بالظبط عشان هو اعلامي زميل يعني اعلامي زميل على التيك توك فنفسن عليا لا لا انا زعلانه جدا الاقي يعني ناس اتعزمت وانا لا معقول للاسف هو عشان صديق جوني وبعدين خلي بال حضرتك اللي كان بيتصل بالناس كان دكتور ربيع دكتور ربيع للاسف الشديد يعني برضو بينتقي ناس بيحبهم وبيحبهم يعني بقى فيها حب وكره فبوظ برضو لا بس هو الكبير كان مواصي على شيرين رضا وبرضو انا زعلت من الموضوع ده يعني هو وصى عليه بصراحه يعني نورت المهرجان خليته ملعلط كده قال لك هنا ساصمت كثيرا طبعا يعني جيلنا كله من عشاق مدام شيرين رضا جميله كانت جميله جميله طبعا وسكر وكل النجوم اللي شرفونا كانوا في احسن حالاتهم والفكره نفسها يعني حتى الناس تشوفها على مستوى الضحك فكرة بسيطة وبنتريق بالعكس مش بنتريق احنا كنا بنتكلم في نقطة مهمة حتى كل الحلقات فيها رسالة مهمة لما تعمل مهرجان تبقى عارف هتقدم فيه ايه هو طلع قال له بيقدموا فيه افلام استغرب هو المهرجان ده فيه افلام ما يعرفش قال له خد فلاش بقى شغل اي حاجة ولا عاملين افلام ولا منظمين والحفلة اللي اتعملت في الأول افتتاح بشع يعني فهو الفكرة كانت كلها ظريفة جدا ومبتكرة وفيها رسالة برضو ان اي مهرجان او تنظيم لاي حاجه يعني يبقى في بس محتوى هيتقال يعني الناس جايه تتفرج على ايه يعني بس ولا وعمل حركه لطيفه جدا مع الصحفيين المهرجان ده وبدات الصحفيين تقول ان احنا ما وصلتناش دعوه كانت حلوه قوي ما وصلناش الكارنيه وبدأ يحط صورهم واساميهم وكلهم عملوا كارنيه وكده بالظبط وبعدين حسين فهمي النجم الكبير وفي كده زعلان جدا وبعت رساله بس بارك لان هو زميل بالمهرجان زميل ما هو قال لاحمد مكي قال له يعني زميلي حضرتك مدير المهرجان او رئيس مهرجان زيك زي ما تعزمنيش الحقيقه لا بجد عمل تفاعل فظيع مع الناس تفاعل حلو جدا لانه كمان الناس بتشوف المهرجانات السينمائيه عموما من الزاويه دي بس اللي هو ايه ريد كاربت ريد كاربت واحتفالات بس فاحنا جبنا لهم اللي هو ايه يعني ماذا لو ناس عاديه جدا بقى فاكره المهرجان كده لا المهرجان يا جماعه افلام وندوات ورش وموضوع فهم خدناه من وجهه نظر الناس اللي شايفه المهرجانات كده فطبعا جايبين حتى النجوم مش عارفينهم يعني هو يقول له استاذ اياد نصار استاذ وائل جسار فاهم اللي هو استاذ اياد نصار نجم عظيم وكبير بس هم مش فاهمين اي حاجه اللي منظمين وفتحي عبد الوهاب شايل البيبي ولبسوه الطفله يا عيني ومشي بيها وخلاص يعني تنظيم سيء هو هدرس المسؤول هدرس تنظيم سيء جدا لا يا هدرس انا بقول لك اهو تنظيمك للمهرجان كان سيء وبصراحه يعني محتاج انك انت تتدرب شويه وتعزم الناس اللي تستاهل فعلا يا هدرس صح كان هدرس المفروض يروح مهرجان كان مثلا يشوف الناس يتدرب عامله شوية. ايه سنه قبلها يشوف الناس عامله ايه ويرجع يطبق يفضحنا في مهرجان كان قصدك لو راح مش هيرجع لو راح مش هيرجع اشرف اشرف مدير امن المهرجان كان عنده مشكله صحيه انا عارفه بس سابك ساب موضوع الامن معاك انا للاسف كلفوني بمهمه اللي هي زي يعني بادي جارد او الحارس الخاص بالفنان ليوناردو دي كابريو اللي كان عامله أسقس الحقيقه فانا كنت مكلف بحمايته والحفاظ عليه بس قتلته في الاخر فيعني هي دي المشكله اللي حصلت في المهرجان والكبير يعني قال لي انت ما انت لا تؤتمن على شيء يعني
بس دي الحكايه. مين اللي يعني في حاجات كانت بتتزود؟ انا عارفه طبعا يعني طول الوقت. مين اللي كان بيعمل الكلام ده طول الوقت؟ بنزود يعني بنقعد زي القعده الجميله حضرتك قاعدين معايا مع بعض دلوقتي دي كلنا بقى مين في المشهد انا وحضرتك وفلان وفلان وفلانه ونبدا نقرا المكتوب فينشا من المكتوب ده نفهم كونسبت المشهد او مفهوم المشهد عايز يوصل لايه الضحك المطلوب منه يروح فين. استاذ احمد الجندي بيقول ما انت ممكن فزعي يقول كذا فهم انا قايل حاجه من وجهه نظر استاذ احمد واقولها بطريقتي واقول فيها افيه استاذ احمد مكي استاذ احمد مكي يرد بافيه تاني يقوم رحمه رد بافيه تالت وهكذا ومحمد سلام ينشا مشهد جديد تماما من ورق كان مكتوب فيه جملتين ثلاثه بس في محتوى او مفهوم المشهد اللي هو مثلا احنا محتارين في امر مشكله عن كذا نبدا نتناولها من وجهه نظرنا كلنا وكل الشخصيات طبعا احنا حفظناها وهضمناها فكله بيتكلم من الشخصيه مش من افيه هشام بيحبه او نكته انا حافظها لا ماذا لو فزاع هنا ماذا لو فزاع هنا مثلا كنا لابسين البدل الجلاليب البينك دي حلقه بتاعت اللي هي رفض الستات لاي حاجه وعايزين حقوق المراه والفيمينيست والبتاع فمثلا لو فزاع عملتوا حلقه فزاع لو لابس بينك بقى فقلت له انا جيت اجلع مش عارف ايه لقيت نفسي كيف الباربي دي مش مكتوبه لكن وجهه نظر فزاع في البينك عن بيتشبه العروسه الباربي يعني وقلت له كان انا مش عارف محل ايه فقال لي محل ايه اللي هو حاجات لابسين بينك برضه فالحكايه ملعوبه كده ان احنا بنضيف من محتوى المشهد نفسه لكن في اضافات هستيريه طبعا فوق ال 50 60% يعني فعلا لان لازم اصل الكوميديان الذكي او المبتكر ما بيلاقي يعني بيفرك ما بيلاقي نفسه الكلام مكتفه لا عايز يغيره هقول نفس المعنى بس بطريقه الشخصيه اللي انا هضمها واللي انا وبخيالي الكوميدي وانتوا اتعودتوا في كده على المسرح طول الوقت قهوه ساده طالعه من كده مبنيه على كده يعني معانا حسين ابو حجاج اهلا وسهلا اشرف مدير امن حبيب. مهرجان المزاريطه يا مساء الفل مساء الفل يا استاذ ازيك معاك فزاع بقى انا هسيبكم لبعض يعني مش هتكلم مش هدخل انتوا يعني مسؤولين امنيين كبار جدا في المزاريطه فانا مش هقدر اتكلم معاكم اتفضل ازيك يا عم حسين عامل ايه يا حبيبي ازيك يا استاذ هشام عامل ايه يا حبيبي ازاي حضرتك الف الف مبروك النجاح الجميل ده يا ريس وانت تستاهل اكتر من كده كمان حبيبي يا عبد الحسين يا محترم ربنا يكرمك يا رب انت الجميل والله حضرتك اكتر من كده تستاهل كتير حبيبي وعملت شغل منوع في المسلسل وكان جميل جدا 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 وانا اللي بقول الكلام ده عشان انا حابك جدا جدا حبيبي يا عبد الحسين ربنا يخليك لينا يا رب انت يعني بركتنا وكلك ذوق دايما وراجل محترم الله يخليك يا استاذ هشام الله يخليك حبيبي يا عم حسين انا طبعا ما كانش ليا حظ ان انا موجود في الاخر المسلسل لكن برضه انا كنت معاكم بقلبي انت موجود على طول بتفرج على المسلسل وانا سعيد جدا جدا اني بشوفك والتنوع بتاعك دوت وانا عايز اقول من الاخر ان وقلت الكلام ده مع الاستاذ انجي وقلت في مكانك الثانيه كثيره الحب اللي بيجمعنا هو اللي طلع العمل الجميل ده كده ونطلعه ناجح كده مع الاستاذ مكي ومع الاستاذ جدي طبعا يعني انا عايز اقول والعشره الجميله ست سنين هم اللي طلعوا الجزء السادس زي بالذات قنبله وحاجه كبيره جدا جدا يلا عقبال السابع يا رب وانا بهنيك وبهني الاستاذ جدي وبهني الاستاذ مكي والاستاذ سلام وكل الكاست بصراحه هو الحب اللي هو موجود والحريه انك تقول افيه الاستاذ مكي وافق عليه الاستاذ جندي وافق عليه صح فالحريه بتخلي كل واحد بيطلع اللي عنده وبيطلع جميل صح ده حقيقي ده بس حقيقي. انت موافق استاذ حسين بيقول لك انا مش هشتغل خالص هو معتزل تماما الا مع مكي والله لا دي حريه شخصيه بالنسبه له هو ربنا يديله الصحه كل واحد ادرى بظروفه بصراحه وطبعا بنفتقده في الافلام واللي بيعمل ادوار جميله برضه جدا ولايقه عليه وبيمتعنا بس هو حر بقى ده قراره الشخصي ما يعني هو الكبير اهم حاجه بالنسبه له بالنسبه لي بقى يعمل اللي هو عايزه بعد كده حقيقي انا فعلا انا قلت برضه فكرت من مكان قلت الاستاذ مكي لو عايزني انا مش هقدر اقول له لا لكن اي حد تاني لا براءه خلاص انا وانا شغال في المسلسل والله جاني شغل مع الاستاذ اكرم حسني ومع حد تاني قلت له معذره والله انا مش قادر طب ما انت شغال في الكبير قلت له مع الكبير ده وضع تاني ووضع استثنائي وانا ما اقدرش اقول لهم لا ربنا يبارك لك يا حسين الحمد لله كده الحمد لله تمام يعني ربنا يبارك لك يا عم حسين نور الدنيا يا استاذ اشكرك شكرا جزيلا فنان حسين ابو حجاج شكرا جزيلا فزاع أيه. فزاع اول مره جالك الدور ده اول مره يعني او يعني لسه لسه بقى 2010 2010 انت لسه بقى ما فيش كبير قوي ما فيش حاجه انت جاي لك سكريبت فشفت فزاع بصيت كده عملت ايه برافو عليك سؤال عظيم لانك ما شاء الله يعني خبره
2010 اه والله حضرتك خبره اعلاميه كبيره يعني. فقريت الورق 2010 فقلت يبقى يعني من الغباء الشديد اللي ممكن اقع فيه لو الناس ما حفظتش اسم الشخصيه دي بعد اول حلقتين. ابقى في منتهى الغباء بضيع فرصه عمري. ورق مكتوب حلو جدا، شخصيه مؤثره جدا في الاحداث في الجزء الاول والثاني اللي انا قريتهم اللي كانوا معايا يعني. وكنت ايامها عامل فيلم طير انت وعسل اسود وبعض المسلسلات اللي كنت حبيبها جدا مع مدام ليلى علوي ومع استاذ جمال سليمان وماشي في حته اجتماعي كده. فقلت انا يعني حتى ما خرجت من قهوه ساده، عارف قهوه ساده دي معمل بيفرخ الناس يعني، فراج كوميديان رهيب معانا في قهوه ساده خرج للناس بقى تراجيديان قوي جدا وممتع. فقلت هو انا شكلي رايح في الحته الاجتماعي بقى ولا دي صورتك إيه؟ 2010 فزاع 2010 ده كبير قوي الجزء الاولاني، كنت اصغر وارفع طبعا ده منطقي يعني لان احنا مش شخصيات كرتون مرسومه يعني بنتغير. ده 13 ده بعد كده 13 اتغيرت شويه. فالفكره ان انا لما جالي الورق وقريته قلت هو انا رايح في الحته الاجتماعي ولا ايه؟ كل مسلسلات بتجي لي اجتماعي، مدام ليلى علوي واستاذ جمال سليمان حاجات حلوه جدا بس الدور دايما اجتماعي. طب فزع ده فرصه ان انا اطلع واري ناس قد ايه انا كوميديان وقد ايه انا عندي وافكار غريبه. فقلت من الغباء الشديد ابقى وقعت في يعني في ضياع لو ما اثبتتش نفسي من اول حلقتين. فذاكرت الشخصيه جدا، قلت هذاكرها بكل حذافيرها، حفظت الشخصيه بكل تفاصيلها المكتوبه. عايز فزع ده ايه؟ هو غبي؟ لا مش غبي، ده هو بيتفلسف، هو ذكي بس بيتفلسف، هو بيورط الكبير ولا بيورط نفسه؟ ده ممكن كده وممكن كده. فبعدت ابني له ابعاد ابعاد ابعاد، علاقته ايه بهديه؟ علاقته ايه بهدرس؟ علاقته ايه بجوني؟ علاقته فجوني يتقال له يا جوني بيه، انما الكبير يتقال جنابك جناب الكبير. بدات ابني تفاصيل لحياه فزاع وشخصيته ورؤيته لكل الشخصيات اللي حواليه، ومطريحه اللهجه الصعيدي مذاكر دواوين استاذ عبد الرحمن الابنودي. يا سلام. راجل جوت قفشت من روح راجل جوت ده برضو، سمعت يجي 20 تراك بس ما حدش هيفكر كده. تخيل فكره حلوه، ما انا بجتهد شويه على طول. لا دي فكره خارج لو جالي دور سوري هذاكر سوري، لو جالي دور تونسي هذاكر تونسي. لا انك يجي لك فزاع فتدور على مؤلفات الابنودي. ليه ما كنتش عايز اروح في الصعيدي الكليشيه او النمط المتعارف بتاع المسلسلات بتاع زمان؟ ان احنا بنعمل كوميدي وبنعمل افكار غير تقليديه، فلازم اطلع صعيدي جد جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى المسلسل لو انا طلعت صعيدي بهزر بستظرف الصعيدي بقلده زي المسلسلات. طب ما انا بعمل اوريدي المسلسل، هو المسلسل ضحك، مسلسل فيه مواقف جد. لا قلت لازم الشخصيه دي وجهه نظر يعني تبقى في منتهى الجديه وتتحط في موقف كوميدي هزلي. فلما شخصيه انت منتهى الجديه هتصدقها جدا، فعلا ده حب واحده زي اشلي دي اللي هي البنت الجميله الانجليزيه اللي مش عارف ازاي، فلازم يبقى هو جد جدا في حب ومصدقها قوي. فقلت لازم اكون في منتهى الجديه. سمعت جوابات حراج الجوت دي قفشت منها شويه افكار وبعض المصطلحات وهضمتها، وبقى في دماغي ان حراجي ده طول الوقت مبهور، ما ودوش سد وانبهر وشاف المكان وشاف الدنيا، كان عايش في عالم مغلق جدا. فبنيته من الكلام ده مع الورق مع الشخصيات اللي حواليا، وقلت بعد اول حلقتين لقيت بقى اول حلقه اشلي اهو وبرده منتشر جدا الترند قوي في عيد الحب، ينزل المشهد ده باغنيه استاذ هاني شاكر بالطقم كله يعني اللي هو انا بنهار وبتاع، الطقم كله بينزل مع بعض. حتى الاغنيه دي كان ممكن انزل اغني اغنيه بهزر ان انا يعني اتصدمت مش عارف ايه، لا قمت مغني اغنيه بجد يعني اغنيه استاذ هاني شاكر بيقولها بمنتهى الاسى وفزع في منتهى الاسى. عملتها ازاي فكرت؟ انا ما اقول لك كنت نازل من على السلم وبعد ما اتصدمت ان هي قالت لي لا انا مرتبطه وبتاع هو شايف ان هو يعني من العلاقه لازم تتم. فاللي جه في بالي على طول انا قلت فزع هيجي في باله حاجه الاستاذ هاني شاكر ايه فيهم مش عارف، قلت غلطه لا. قمت جيت في اسم الاغنيه دي بسمعها ماشي في سمعتها في الراديو بالصدفه، دي عظيمه اللي هي لو بتحب حقيقي صحيح. فانا متخيل ان هي يعني المفروض بتحبني برضه، فقلت لو هتحب حقيقي صحيح، حتى غير الكلام بقى خلي بالك بالصعيدي، لو هتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. بس يعني استاذ هاني لو كان قلبك قلب بريء، كان قلبك قلب بريء تحكم ظلمي كيف بريء، وتفوت قلبي الحال غريق في التيار، استحملت معك فوق طاقتي كان اخلاصي هو خطيئتي، كان احساسي انك مش ليا صدمه حقيقي تجيله علي، كان احساسي بغدرك بيا كله مرار. مش فاكر كله مرار بيغني باخلاص يعني باخلاص قوي. بس فقلت لازم اول حلقه تثبت كتير كتير. 2010 بيكلمني ناس كتير بقى فنانين استاذ احمد حلمي بيقول لي هايل اول حلقه في الكبير 2010،
اساتذه بقى كتار يعني بدون ذكر اسماء عشان ما انساش حد. بس فاكر كويس جدا يعني جالي اربع خمس ست مكالمات ورا بعض في رمضان 2010 ده اللي كنت اشتغلت معاهم او شافوا قهوه ساده. حلو قوي يا هشام استاذ تامر حبيب يعني اساتذه كتير اتصلوا. حلو قوي يا هشام هايل. احمد مكي كان ليه رد على طول اول ما انت غنيت الاغنيه دي. قال لي بتنهار بتعمل ايه يا بس قلت له بنهار تنهار. هو اصلا مش مهتم. هو كان عنده برضه في نفس الحلقه بلوه تانية مع هديه فكان يوم فالنتاين مكعبل يعني عارفه. فالحمد لله يعني الحمد لله انا بنيتها مظبوط الشخصيه علمت مع الناس خلاص بقى بالنسبه لنا سهل اي جزء بعد كده يعني. بمناسبه هديه السنه دي اول ما طلعت مربوحه على طول على طول حصلت المقارنات من اخواننا اللطاف الحلوين اللزاز على السوشيال ميديا. غاوين راغي. المقارنه طلعت على طول ما بين دنيا سمير غانم وبين رحمه. شايف المقارنه اللي اتعملت على طول ازاي؟ كلام غريب ليس له علاقه بالفن يعني. المقارنات في الفن اصلا شيء غريب جدا. اولا بيحكم كل عمل ظروف عرضه وظروف صناعته وظروف ممثلينه حاجات كتير قوي 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 قوي. انت كنت تعرف منين دنيا لا تعمل هديه زمان؟ يعني ما تعرفش يعني. هي مفيش حاجه اسمها هديه. هي دنيا اللي خلقت هديه. دنيا سمير غانم بنجوميتها بموهبتها اللي خلقت شخصيه هديه. فاذا هديه في الدراما حاليا مش معاك. ماشي. مش هتقعد تقول اصل لو كانت هديه هنا كانت عملتها. لا مفيش حاجه اسمها كده. احنا كاتبين المسلسل او الكتاب المسلسل او مخرج المسلسل عاملين العمل بطريقه ما فيهوش هديه. دراميا لم يستخدم شخصيه هديه زي ما كان ممكن لا يستخدم شخصيه فزاع لا يستخدم شخصيه هدرس. هو حر يعني. العمل عندها ظروف لنجوميتها وعملها وكان عندها مسلسل خاص بيها وظروفها النفسيه وفاه الاساتذه الكبار استاذ سمير غانم ومدام دلال عبد العزيز الله يرحمهم ويحسن اليهم. عندها ظروف نفسيه وفنيه ودراميه وخاصه بيها. الراجل استحدث شخصيه جديده ليس لها علاقه بدنيا على الاطلاق. هي شخصيه من خيال المؤلف. ما عملتش دور هديه. ما عملتش دور هديه وشخصيه من خيال استاذ احمد مكي استاذ احمد الجندي. هو ده المنطقي. لان شخصيه هديه اللي بنتها دنيا ما ينفعش اجيب هديه بواحده ثانيه. لانه اولا الدراما اللي في العمل نفسه او الحدوته اللي بتتحكي مش قائمه على ان اللي هديه تبقى شخصيه شبه دنيا. لا دنيا اللي عملت هديه شبهها هي اللي خلقت كيان هديه. زي فزاع ما تجيبش واحد يعمل شخصيه فزاع. لا واحد لان فزاع اللي بناه هشام هو اتكتب راجل بيشتغل عند الكبير وبينفذ له اوامره. لكن مين اللي عمل الشخصيه هشام؟ ما ينفعش تبدله تجيب واحد تاني يعمل. هات واحد تاني بشخصيه جديده. صح. فهو خلقه شخصيه جديده لطيفه. ده كان ذكاء بصراحه ذكاء شديد وده المنطقي في اي صناعه دراما يعني. فجابوا بنت شاطره موهوبه خلقوا لها كاركتر جديد شبهها. وجايه رحمه كمان من المسرح. من المسرح طبعا. طبعا هو مكي بنحييه على الفكره دي طول الوقت لان هو بيروح يستقطب النجوم اللي طالعين من المسرح اللي ممكن يقعدوا سنين من عمرهم انا منهم ومحمد سلام منهم و ممكن نقعد سنين بنعمل مسرح حلو جدا وعظيم وناجح بس في اطار ضيق 3000 واحد يشوفنا على مدار 5 6 سنين. على مدار عمرنا كله شفنا 100,000 واحد. لا ومثل المسرح ده بيبقى عنده يعني مواهب متنوعه لانكم بتتدربوا غنى ورقص وديكور وتمثيل وكل حاجه وتاليف بتعملوا كل حاجه. بالظبط. سواء دارس اكاديمي في معهد فنون مسرحيه او كليات اداب المسرح. كليه اداب مسرح برضو حلوان بتطلع واسكندريه وعين شمس ومعهد فنون مسرحيه او اللي بيدخل ورش معتمده او مخصصه من وزاره الثقافه. بالظبط. زي استاذ خالد جلال مركز الابداع الفني في دار الاوبرا. احنا بنتعلم كل حاجه كلنا بنبقى راسخين يعني بمعنى عدى علينا كل المواقف دي. عارفين لما بنحزن ممكن نحزن ب10 انواع من الحزن ونضحكك ب10 انواع من الضحك. مش حافظين شويتين بنلعب بيهم. لا احنا لكل موقف مخصصين حاجه. فتلاقي رحمه عملت شغل هي عملت شبهه في المسرح بس الناس ما شافتوش او طلعت مواهب اكبر من اللي كانت عندها في المسرح لان ده موقف يستدعي الانفجار انها تلبس كاركترات وتعمل اللطقم اللي كانت بتعملها يعني. اهم حاجه التايجر. التايجر والليكرا دي اهم حاجه الليكرا عندها. لا التايجر ده اثر فيا. التايجر رهيب جدا يعني ملوش حل. والممرضه. الممرضه قال لها انا واقع في غرام يعني الطقم مش ممكن يعني. فالفكره انه هي نجم المسرح او ممثل المسرح بيبقى حقيقي راسخ على الارض قدام التلفزيون والسينما. بيبقى في فرق بينه وبين الممثل الثاني ان هو عنده حلول. الممثل الثاني قد يحفظ النص يحصل مشكله او الكلام يتغير او يعجز او انتوا بتتعلموا الارتجال كل حاجه. لان المسرح كمان منك للجمهور. ففي يوم يبقى الجمهور حلو قوي لذيذ قوي متفاعل مع كل كلمه نبدا نزود نقول افيهات والشخصيه اللي احنا عاملينها تنفجر وتقول حاجات. ممكن اكون ماشيه معينه ما عملتهاش في عرض الاقي الناس النهارده لذيذه قوم فاكك. في يوم يبقى الجمهور العكس مش متجاوب معاك. فالعرض تقول ايه طب نجري بيه بقى يلا نجري بالعرض
ما نبقاش في منتهى برضو فيقولوا باستظرافه، لا نبقى في منتهى الجديه ونخلص العرض بسرعه، لان الجمهور مش متفاعل قوي، بتبقى حسب مود الجمهور، الساعه اللي احنا فيها يمكن العرض طاقته مش مظبوطه. فعدى علينا في كل ليله عرض في المسرح عموما كل اللي يقولوا ايه البدائل او طرق الحل او الخطط البديله لانقاذ الموقف. فالممثل مننا بتاع المسرح بيشوف الموقف يستدعي ايه. طب استاذ مكي، استاذ احمد مكي هيضحك من الزاويه دي، طب انا هضحك من الحته دي. ممثل تاني يعجز يقول ايه ده، ما استاذ احمد مكي قال الافيه اللي كان نفسي اقوله، طب انا هقول ايه، ويعيش غلبان بقى ويتاثر ويكتئب. ممثل المسرح يركب على طول على الحدث ويفهم المشهد ويقول حاجه جديده. فعندنا طرق مختلفه للتناول في اي عمل بنعمله. موضوع من الموضوعات اللطيفه اللي عملتوها، وده اعتقد يبقى عامل توعيه مهمه، لان طبعا الدراما دي ممكن نوعي من خلالها بحاجات مهمه طبعاً. مهما عدنا احنا في برامج طبعاً. او في صحافه يكتب عنها مش انا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي قال جمله في الاحتفال بتاع العيد الصبح، قال جمله عظيمه نفسي من زمان تتقال، اللي هو عمل فني ممكن يكون بألف كتاب وألف برنامج. ده حقيقي عمل بالزبط. درامي لو اتعمل حلو يقول ألف كتاب وألف برنامج. قضية المستريحين بالظبط اتعملت حلو قوي، اتعملت حلو جدا جدا. كانت الفكره كانت الضحيه الاولى اللي باع بيا الفكره اللي باع بيا، اداني الساعه السمارت والعربيه الفخمه ففزع، ده استثمر قرشين من الجراتين اللي باعهم جاب كل الفلوس دي على طول. فحتى الكبير كان مندهش بيقول لي، وطبعا كان مشهد فظيع بيني وبين الكبير وتريقه على الموضوع ده، وقلت له لا خلاص بقى انا اشتغل يعني في الاندبندنت وبتاع فريلانس وكده جنب الموضوع الغفر وكده كبير. وبعدين استقلت بقى، الموضوع راح في حته. فالكبير طرح الموضوع بشكل شيك قوي، انه فجاه الارض ما بقاش حد بيشتغل فيها، نزل هو واولاده ومراته يشتغلوا في الارض، ما فيش عماله، الفلاح اللي بيحب ارضه بيزرع فيها سابها راح ورا الثراء السريع واتنصب عليه طبعا. بنشوف ازاي الموضوع ده، المستريحين بتوع اسوان واسكندريه والشرقيه وكل يوم ارقام. واكتر حاجه مضحكه انه بقى له اسم مستريح، يعني في واحد سابق يعني هو يعني انتوا في واحد سابق وبيتكرر. في عندنا ذكريات بقى زمان الريان والسعد و و الحاجات دي، لان هو مهما اعتقد انت كان في مسلسل شاركت فيه ذات ذات كنت منصوب عليا برضو وعرفت اقلب فلوسي من الحاج دهشوري. انا فاكره بالظبط كان نماذج التسعينات اللي هم متدين ويدعي التدين وفي الاخر بينصب على الناس، لان هو بيبيع لهم فكره انا البنك بيديكوا 10% يديكوا 40%، هو بياخد من فلوس ده يدي في ده وياخد من فلوس ده يدي من دقن وفتله. انا قلتها ايوه هي دي بالظبط كده، لان هو الحكايه الناس يا عيني بتبقى عندها طمع، يقول لك انا لسه هستنى البنك، طب انا لسه هخش في مشروع ويمكن يخسر، بيضحك عليه بالثراء السريع، ده انا هديك 30% ارباح. فالناس يا عيني بتضحك عليها، يقول لك ده راجل محترم بيجيب بيضرب واحد زي فزاع، هو اللي بيزقه على الناس. واحد زي فزاع ده راجل طيب ليه مصداقيه كمان عند الناس، راجل محترم بالظبط، راجل حط فلوسك ما يهمكش. الناس بتبقى طماعه يا عيني، عايزه تسترزق بسرعه، بيصعبوا عليا نفسيا وفكريا برضو، يعني انت عندك مخ برضو تفكر هيجيب منين الارباح دي كلها، مستحيل تكون استثماراته بالعظمه دي. مش كل ما الطماع موجود او طول ما هو موجود فالنصب هيبقى بخير، النصب بخير وفي ضحيه طول الوقت جاهزه للنصب، يعني لان هو فرحان بالثراء السريع بيضحك عليه في 6-7 شهور وهو ما بيعملش لا استثمارات ولا بيبني حاجه، هي فلوس في الهواء طايره من دال 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 ده ومش عارف ازاي الناس بتخدع فيها بصراحه. وبرضو بقول الدراما عليها مسؤوليه، اهو الكبير قدم ده وظهر في ذات عن التسعينات، عمل مجموعه من القضايا المهمه والتنمر وحاجات كتير، يعني حاجات كتير الكبير طرحها. البنت الصغيره دي كانت فزيعة. جميله قوي في حلقه التنمر فزيعة. هي شخصيا لما وقعت وسنانها اتكسرت العتر قال مش هتريق عليك، انا كان ممكن اعمل وانت تريقتي عليا رساله جميله للاطفال، مشهد مؤثر رساله جميله للاطفال. فطول الوقت الاعمال الفنيه فعلا ممكن توصل 1000 رساله و1000 كتاب، بس يعني مين يقعد بقى ويتقل كده ويقول عايزين نعمل عن كذا، عايزين نشوف يا جماعه قضيه كذا ونعملها، قضيه مش عارف الهجره الغير شرعيه ليه الاولاد بيفكروا كده، قضيه مش عارف الزراعه اللي مش عارف فين، في حاجات كتير فعلا الدوله عماله تشتغل فيها ومش عارفه توصل للناس. الافكار بتاع يعني اللي بيحصل مش عارف يوصل للناس، الناس عايشه في افكار من الخمسينات ومثبتينها على كده ومش عايزين يسمعوا، ما عملوش ابديت ما عملوش ابديت، انما العمل الفني ممكن يوصل لهم ده. فاتمنى يبقى في موجود باذن الله في الجاي ان شاء الله هيحصل. انت عارف الحلو ايه في الكبير قوي انه عمل ضحكنا جدا وفي نفس الوقت هو عمل مسلي بتفرج عليه صح. وفي نفس الوقت بيعمل قضيه بتتسلل واحده صح. واحده كده لدماغي وبتشكل وعي صح. وببدا اشوف الواقع بصوره تانية. ده الجميل في الكبير انه مش ضحك للضحك، او انه الناس تقدم اعمال فيها قيمه بس هي مش مسليه لدرجه ان انا اقلب انا مش عايزه اتفرج صح. ما برافو عليك، فده الجميل. كنت عايز اقول ده ان في اعمال تانية بتبقى الحاجه خطابيه قوي، فالناس برضو بتقفل، مش عايز حد هو يضرب له المعلومه في وشه ويضايقه. لا، لما توصل من خلال حاجه زي الكبير بذكاء، وحاجات كتير طبعا بتتعمل بذكاء،
يتقال الرساله ممرره من غير ما حد يحس، فيتفرج يقول ايه ده بيحصل كذا، فعلا بيحصل كده. فالحركة قلت بالظبط هو ده الفن، ده الفن بالظبط، مسلي وممتع وممكن يكون مضحك جدا جدا بس في رساله. فيا رب الناس تهتم بده، حتى لو العمل اللي هيتعمل بجديه بس ما يبقاش خطابي، يعني الخطابه برضو بتقفل الناس، الوعظ والارشاد والخطابه بتحسسهم ان هم اغبياء. طب ما انا يعني ما يتنصب عليا، وانتوا ما تنصبش عليكم، فيهاجم صناع المسلسل يعني. لكن في ذكاء في الطرح يعني، وذات من كان من الاعمال اللي عامله كده الحقيقه. طبعا فالكبير زكي عمل مهم، ده حقيقي. الكبير زكي السنه دي انه طرح كميه قضايا، وانا مبسوط بالتوجه الموجود في الدراما عموما، ان دايما العمل يعني فيه تفاؤل، النهايه فيها تفاؤل او تغيير او تطهير، اللي هو ده الهدف الفني يعني. في جزء ثامن سابع بقى او سابع الثامن ده الله اعلم، يمكن تكون بشرة خير يعني من حضرتك. جت من قلبي كده عاوزه جزئين مع بعض السنه الجايه، يلا بينا بس اريح لنا يعني، ما دام دخلنا نصور الاثنين اتمنى يا رب يكون في ان شاء الله يعني بيقال يعني يعني بيقال. انت في كواليس العمل لا ده قيل على الشاشه رسمي يعني، في الى لقاء في الجزء السابع، فهو بنسبه 90% الا يعني ظروف استثنائيه ان شاء الله موجود السابع. طيب. سواء السنه الجايه او اللي بعدها. بمناسبه احنا بنتكلم على الكواليس، احكي لي اطرف موقف حصل لكم في الكواليس. اكيد كان بيحصل بلاوي. انا هقول لحضرتك اكيد حاجة. طول الوقت بتضحكوا في الكواليس، تعملوا مقالب في بعض انت وهدرس مثلا. ده من الغريب بقى من الموضوع، انا دايما بفاجئ بيه الناس وبتصدمه. العمل كل طاقتنا في الضحك طلعوها قدام الكاميرا، بنطلعها قدام الكاميرا، نبقى قاعدين بره كده في منتهى الجديه، لو حد عدى هيفتكرونا بنعمل مثلا مسلسل يعني تاريخي جد يعني قاعدين بجد. وتلاقي الجمله لو سمعتيها لو يعني لو يعني واحد رمى ودنه وسمع ده بيقولوا اي كلام، بيقولوا كلام هزار هم بيتكلموا بجد كده ليه. وتلاقي يعني انا هقول كذا، طب ايه رايك كذا، فيقولوا هو ده حلو، لان احنا يعني قسنا الافيهات في بقنا كتير، فما عندناش اللي هو تزاجت. ممكن لما احمد مكي يرمي حاجه في اول مره انا بموت من الضحك، بموت، لانه بيقول فكره غريبه، بيطرح فكره غريبه، فيرد عليه مثلا الاستاذ بيومي بحاجه غريبه فبنضحك اول لحظه دي، لكن بعد كده كله بيبقى خلاص ما سمعناه بقى، وتركيزنا كله نقوله بتزاجه او بجديه قدام الكاميرا عشان الناس تستوعبه وتصدقه. لو قلت في بهزار او تريقه ممكن الناس ما تحبوش، يقولوا بيستخفوا بينا او بيستظرفوا، لكن حقيقي بنقولها بمنتهى الجديه والتقمص اول مره بس بنطرح الافكار. لكن يعني هو بصي ما بيحصليش مواقف كتير بصراحه في التصوير قد ما الحاجات الجماعيه، يعني ايام مثلا ماتش الامريكان فوتبول اللي هو صورناه زمان في 2010 اللي هو ماتش الامريكان فوتبول اللي كنا بنلعب كوره ضد الامريكان وبتاع، كان في مواقف من دي كتير طبعا، لان في ناس مش عارفه تلعب اللعبه وفي ناس ما بتعرفش، وبعدين ايه يعني انا مثلا جالي اصابه بجد فحطوها في المسلسل اللي هو فزعه اتصاب يعني، وقمت قلت حتى للدكتوره بيعمل لي عمليه الرباط الصليبي، قال لي لا الرباط ده بيجي اللي بيفهمه وانت ما بتفهمش حاجه يعني حاجات عامله كده بتتقال بره الكالوس وفي الكواليس او بره التصوير، وممكن نحطها جوه التصوير، لكن قليل بصراحه لما مش عارف يعني. انا فاشل جدا في موضوع حكي موقف ده بامانه يعني، عمري ما حصل لي موقف بجد في تصوير وافتكرته وحبيت احكيه، بحس ان ده حاجه من ضمن الشغل يعني، اروح احكي تفاصيل شغلي ليه يعني كده يعني. لكن الكبير شغل. مليان يعني حلقات سكويد جيم مثلا الاخرانيه دي اللي هي بتاعت لما رحنا المعسكر بتاع البتاع، لا كان في كتير جامد يعني. مين اكتر مشاغب في الكواليس؟ مشاغب اكتر واحد بيقول ضحك يعني بيطلع ضحك في الكواليس ده. هو بيومي طبعا يعني بيومي بيحب يهزر طول الوقت وما عندوش رحمه، ما عندوش قلب يعني، استاذ بيومي ما عندوش قلب شغال افيهات الله ينور، بيهزر على اي حد واي حد بتاع يعني، لو جه في باله حاجه اللي هو طول الوقت بصراحه انا بحبه جدا وراجل مسلي يعني عادته حلوه. استاذ احمد مكي طبعا بيقول افيهات فظيعه بس بتبقى جوه العمل يعني ما يحبش ورحمه كلهم لذاذ جدا، بس في ناس كنا بنتعرف على بعض لاول مره من ضمنهم رحمه وحاتم ومصطفى وكده اللي هم الشخصيات الجديده، بس فعلا لا ما لا اتذكر واقعة بعينها يعني. طيب اصعب موقف في الكبير قوي؟ في حاجات كتير بقى. دي هفتكر بقى، دي سهله، دي اقول لك بقى شغل بقى واسى احكي اسى. انا احب المقاسي. انت برج ايه؟ برج الحمل. طيب برج الحمل يحب المقاسي، يحب المقاسي برضه. بالظبط. اقول لك مواقف كتير حتى مش هفتكر لا هو الفكره هقول في مشهد مثلا، لا بس دي حاجات قديمه يعني الجزء الثالث مثلا، هو مشهد التايجر اهو جابوه لنا فظيع. وما زهق منها قال لها كفايه ما بيتكلمش. فاسمه في الجزء الثالث مثلا كان في حلقه بنزق العربيه، طبعا ده افيه في حد ذاته ان الكبير عربيته عطلت في الطريق الصحراوي او في الطريق الزراعي يعني اللي هو كنا مسافرين بيه، وهو قاعد على الدريكسيون فالكاميرا جايباه ماشي بالعربيه بالراحه، فيوسع الكاميرا بيلاقي فزاع بيزق العربيه. انا قعدت ازق فيها كتير يعني التصوير كمان بيتعاد كتير جدا،
ولازم تتاخد من كذا زاويه، فزقيت فعلا حوالي بتاع 2 كيلو يعني، زقيت العربيه دي كيلو. في الاخر هو حتى استاذ ميكي في المشهد بيقول لي مالك كده بقت ضعيف وخسعت وبتاع، قلت له بصوتي انا، قلت له انا فعلا مش قادر اتحرك اصلا، زقيت العربيه بجد المشهد ده 2 كيلو مش قادر اتكلم. فهو حطيناه في المشهد يعني انه قال لي يا فزاع ما بقيتش زي زمان ومش عارف ايه، وبطريقه يعني ان انا تعبان. ففي مواقف يعني مش عارف، مواقف الشغل نفسي افتكرها والله، نفسي افتكرها ماليش. طيب ما اقدرش انسى دور انسي في احلام سعيده. كنت في المسلسل ده زوج انتصار شويه غلبان ومقهور، جوز انتصار وانتصار اخت مدام غادة عادل. وغادة مدام غادة عادل كانت من البطلات اللي هو مدام يسرى ومدام غادة ومدام مي كساب وشيماء سيف. كنا عاملين الضحك ده يعني التوليفه دي، الحقيقه كانت لايت وكل شخصيه عندها مشكلتها وكل واحد عندها الخط بتاعها. احنا كنا في الحكايه بتاعت مدام غادة عادل. والحقيقه انا بحب الدور ده جدا لانه تاليف استاذه هاله خليل، ودي مخرجه سينمائيه عظيمه طب. وبتكتب حاجات للمراه حلوه قوي، متضفره في بعض كده بطريقه دمها خفيف وقضايا حقيقيه بتمس الستات يعني. مخرج استاذ عمرو عرفه، وده مخرج عظيم وزملكاوي عظيم برضه كمان كمان. انتاج استاذ جمال العد الزملكاوي العظيم. انا ايه في ايه موضوع الزمالك معايا؟ لا هم منتشرين بس يعني مش فارق معانا نقول، مش فارق معانا نقول خلانا ايه. فاستاذ عمرو عرفه مخرج كبير جدا طبعا، ملوش دعوه باهلي وزمالك، بس هو الحقيقه عمل مسلسل بشكل ناعم ودمه خفيف، خلاني اطلع انا شبه الاساتذه الكبار الحلوين دول. يعني انا كنت رايح حتى الدور بالنسبه لي مش متوقع يعمل صدى معين. انا بقول دور يعني جوز اخت مدام غادة عادل تمام، انا هعمله عشان نفسي اكون مع استاذ جمال العدل في اي حاجه، مع استاذ عمرو عرفه، مع مدام هاله خليل، مع مدام يسرى، خلاص انا تمام. اسامي مهمه كلها، أسامي مهمة. فانا هحب ابقى معاهم، احب اكون معاهم، والعمل مدام رشحوني يبقى شايفني كويس. وانت معاك في نفس رمضان ده فزاع، وانت ناجح مش محتاج اصلا اعمل الله يفتح تاني. عليك انا قلت معايا فزاع هيعمل المطلوب، والبلتاجي الله اعلم يمكن ينجح. ما خفتش في البلتاجي؟ كنت مرعوب ما ينجحش طبعا. لانه شخصيه حقيقيه، فهجيله هقول لحضرتك. فقلت انسي ايه يتعمل اهو، ايه يسند مع البلتاجي، يبقوا شخصيتين، يبقوا شخصيه قد فزاع والدنيا تعدي. في الاخر انسي اللي عمل لي الصدى كله يعني، هو اللي عمل لي الصدى الفظيع بجد. لان الناس حبوا الشخصيه جدا، حبوا المسلسل جدا، حبوا الشخصيه جدا، لان كنت عامله زي ما بقول لحضرتك، هم وصلوني لمرحله ان ابقى ادائي هادي وناعم وظريف زيهم، اداء سلس. والعمل مكتوب حلو قوي، فالجمله لما بقول بنطقها ببساطه ليها معنى ومفهومه وخلاص. وانا بدات بقى ايه اخش في الراجل يعني، اخش في شخصيته قوي. ده قاعد في البيت، مش شرط الرساله اللي عايزه تتقال يعني، مش شرط عشان الراجل قاعد من شغله بقاله سنتين لظروف ما يبقاش راجل يعني، او هو الراجل فلوس بس طول الوقت عشان يصرف، يبقى هو الامر الناهي. وهو لما هي بقت هي اللي بتصرف، الزوجه مدام انتصار بقت هي المتحكمه في كل شيء. فجيت لحظه قلت لها خلاص، بقيت انت اللي قاعده على راس الترابيزه، وبقيت انت الكلمه كلمتك يعني، والولاد ماليش كلام عليهم و و. فكانت هاله خليل، مدام هاله خليل مهتمه جدا تقول ان لا، الراجل مش محفظه، الراجل ده وجوده مشاركه انسانيه و و و و، ودوره محوري في الحياه، ومش معنى انه قاعد يعني لما يرجع الشغل يبقى هو اللي يامر ويعمل، لا، الحياه مشاركه يعني. الحياه مشاركه. فالفكره كانت حلوه جدا، والشخصيه علمت مع الناس جدا وحبوها جدا، وانا عملتها ببساطه شديده، وبدات اصدق الراجل ده. فعمل صدى انا ما تخيلتوش، يمكن اكتر من فزاع يعني. تحس ان الشخصيه دي دفعت عن حقوق الرجاله، دفعت عن حقوق الرجاله حقيقي، لان دايما الرجاله بيطلعوا الكليشيه النمطي بتاع اللي هو انت قاعد في البيت، فبقى بقى ايه قاعد يعني زي ما تقولي كده، لا شغله ولا مشغله. انما ده راجل مهتم باولاده، بيدافع عن فكره ان هو يقول لها هو انت تعرفي تمارينهم امتى، تعرفي مش عارف ايه امتى، تعرفي هو مسيطر على الحكايه بتاعه البيت، ما دام هي بقى المسؤوله على الانفاق. حاجه تشيل حاجه، من الحياه مشاركه. فلما يرجع شغله هيبقى برضه نفس الوضع، مش هيبقى وحش. صحيح. بس الفكره انه ما يتقالش ان الراجل اجواء جميله جدا، كان لطيف جدا، كان الاستاذ تامر هدرس منورنا ضيف. كنت جايب انا اللي جايبه عريس لغادة عادل. يعني غادة كبرت شويه في عرف يعني السيئه، انا ما بعترفش بالجمله دي. فاحنا شايفين ان هي كبرت، بس تتجوزي فجبت لها تامر هاجرس، جبت لها استاذ تامر هاجرس بنفسه. حتى قلدته في المسلسل ومكتوب كده، مدام هاله خليل كاتبه انسي يقلد طارق، مش عارفين مين هيعمله. فبقول لمدام هاله خليل حتى بقول لها طب عرفتي منين ان هتجيبي واحد، هيجيبوا واحد يعني ممكن اقلده؟ قالت لي بقى قلت مدام جابوك بقى اكيد انت هتعرف تقلد اي حد يعني. فهي اوجت نظرها ان شخصيه انسي راجل مرح بيوصف دايما الحاجات بتقليد، ده شبهي انا بعمل كده على فكره. فحتى لما قابلها كذا مره وكانوا متفاهمين قوي، جت في لحظه قطع الكلام معاها خالص. فهي جريت مدام غاده جات لي السوبر ماركت عشان تسالني هو ليه، فقلت لها، قال لي سوري ما حصلش نصيب. فطبعا المشهد ده هي تقول لي كلام بجد، ايه ما حصلش نصيب دي وبتاع. فانا استاذ تامر حتى انا بتبسط قوي لما يعني
بسمع صدى رد فعل ان انا قلدته كويس وكده، ان هو شخصيه جميله جدا وفنان جميل جدا. فالمسلسل كله كان عامل كده، روحه عائليه قوي، عمل لي صدى فظيعه، واستمتعت جدا بالضحك البسيط اللي ضفته للشخصيه. فما كنتش متوقع له كده، ربنا اكرمني بكده. البلتاجي كنت مرعوب منه. يعني لو حضرتك بتسالي على البلتاجي، ده فيلم طير انت. البلتاجي ده كنا عاملين جانب الصعيدي اللي خلانا نتشجع نعمل الكبير. او استاذ مكي فكر في الكبير من التيمة الصعيدي. طبعا البلتاجي انا ده اللي بقى حضرتك بتقولي في اول الحوار الترند. ده اللي عمل لي ترند غريب. انا ماليش في الترندات، وعمري ما اتصعدت. انا من نوع الممثلين بس فزع ترند مش قوي يعني نجاح وسط ترند العمل. متحرك، ترند ثابت يعني. الترند ده بيروح ويجي. فزع ترند متحرك، صح، برافو، وصفه مظبوط. هو الكبير وشخصياته ثابتين معانا. انما البلتاجي عمل لي ترند. ما بين فزاع والبلتاجي، فزاع الناس تحبك، البلتاجي هتكرهك. انا قلت انا عايزهم ولا يكرهوني ولا يحبوني. يعني مش عايزهم يتلاقوا له برافو عامله كويس قوي، ده جميل، صح، مظبوط، ويحبوه ولا يكرهوه، يقولوا ايه ده ايه ده ايه ده، عامل شخصيه ما بنحبهاش، اصل في ناس متفقين ومختلفين عليه. فقلت انا عايزهم لا يحبوني ولا يكرهوني، عايزين هعمل الراجل بشكل موضوعي. ماذا يفكر في هذا الرجل؟ هو حتى لو بشكل موضوعي هنكرهه. يعني حتى ما هو حتى بموضوعيه شديده لازم بس نكرهه. بس ما تكرهيهوش كراهه التمثيل، اللي هو ايه، مش اللي هو مش عارف يمثله، ايه البواخه دي، او تكرهي تنفري منه. في ساعات واحد يعمل شخصيه غليظه او شريره يعملها تنفري منها. ما تاخديش بالك من التمثيل. انا عملته بشكل موضوعي لدرجه ان هو انا في شطات حتى بقيت اشوفها للراجل نفسه في وسط المسلسل حقيقيه، مش عارف بقول ما صورتش المشهد ده. او ارجع العكس، او انا بصور بقول في ناس حتى قالت لي الجمله، قالت لي هم جابوه، يعني انا افتكرنا في لحظه انه جابوه هو يمثل. لان فعلا انا رحت في الراجل اتفرجت عليه كتير جدا، ذاكرته كويس جدا، قلت هعمله بشكل موضوعي. بيحب الاخوان ليه؟ بيفكر في ايه؟ نفسه يوصل لايه؟ تا 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 تا، وصب ده جوه التمثيل، هيطلع الشخصيه اللي انت عارفاها، هيطلع، هتكرهيه طبعا. من غير حاجه باي ديفولت. سيطره واستبداد و و و و وبحث عن السلطه وكده. اللي بيحبه بقى هو حر، ما يقدرش يقول لي تلت التلاته كام، انا عملت الراجل اللي انت بتشوفه، انا مالي، هو اللي عامل كده، انا مالي. فلعبت اللعبه دي يعني، فالحمد لله ربنا وفقني فيها. وفوجئت في اول شوت بظهر في المسلسل سكرين شوت بقى من المشهد، ويتبعت لي على الواتسابات وينزل على مواقع قلب التاجي هشام اسماعيل. طيب تمام، انتوا تمام، مبسوطين؟ انا تمام. عملت اللي عليا كده، الحمد لله، ما كنتش متوقع بصراحه. الحمد لله يعني. الحمد لله. بعد النجاح الكبير اللي خرجت بيه من رمضان ده، فزاع وانسي والبلتاجي، هشام اسماعيل بقى بيفكر ازاي في خطواته الجايه؟ والله بترسمها ازاي؟ لانه عندنا مش زي يعني مرحله صعبه كده، او مرحله مش سهله في كاريرك دلوقتي مع حضرتك. مظبوط، كلام سليم جدا. احنا مش زي عندنا، مش زي امريكا مثلا، في وكيل اعمال ايجنت بيمسك الشغل ويعرض. شوفوا بقى هشام في فيلم تاريخي، يعني مثلا كلها امنيات داخليه. بمعنى ان انا نفسي اعمل عمل تاريخي واتكلم بالفصحى وابقى جد جدا، ويبقى في كل الجوانب الانسانيه. نفسك تعمل دور مين في العمل التاريخي؟ في العمل التاريخي في حديث وقديم، في حاجات كتير. مين؟ نفسي اعمل حسني مبارك في مسلسل مثلا، الله يرحمه. نفسي اعمل انا بقول على اي حد الله يرحمه، مش مسامحش خض يعني، اي حد مات الله يرحمه على طول. فنفسي اعمله جدا. نفسي اعمل جمال عبد الناصر الله يرحمه، الزعماء يعني، او رؤساء مصر السابقين. بس احمد زكي لما عمل جمال عبد الناصر، مش خايف ان يبقى فيه مقارنه؟ لا، عمره ما بيبقى فيه، لان المقارنه دايما انت كممثل عملت الشخصيه الاصليه كويس ولا لا. خالد الصاوي لما عمله حلو برضه، عمل حلو، بس تقارن باحمد زكي. لا، ما هو المقارنه ظالمه، لان خاطئه، لان انت بتقارن هو عمل الرئيس جمال عبد الناصر مظبوط ولا لا. انما مش عامله زي استاذ احمد زكي، ده في حته لوحده، حاله لوحده، بيعمل الحاجات بطريقه بيقفلها لوحده. فانت هتعمل الشخصيه شبه الحقيقه. في كل واحد له طريقه اسلوبه، لكن هو استاذ بياخد الشخصيه عنده، هو بيهضمها ويطلعها بطريقته. لكن انا مدرستي او الطريقه اللي اتعلمتها. نفسك تعمل جمال عبد الناصر ومبارك في اعمال، مسلسلات او افلام. نفسي اعمل شخصيات بقى تاريخيه من اللي بجد بقى، بتاعت زمان، اللي هو ايام بقى المعارك الاسلاميه والحاجات بقى، وايام المماليك يعني، عارفه اللي هم جو، سواء شرير او طيب يعني، عايز اعمل الجانبين، كفار ماشي شغال، عارفه ايام بقى ابو لهب معاك جدا، ليه معاك جدا ابو جداً لهب جدا احب جدا اعمله. احب جدا اعمل شخصيات زي دي. ايام المماليك احب اعمل شخصيات زي دي، يعني احب اعمل شخصيه الشرير الطيب، اي حاجه، بس تاريخ، اتكلم بالفصحى بقى واللبس والبتاع والحاجات العظمه. خلاص، احنا نخاطب المنتجين،
الى المنتجين في مصر والدول العربيه. الشاسيه يسمح يعني بتاع زمان. هشام اسماعيل يعلن الان انه يريد ان يعمل في الفتره القادمه دور تاريخي وهو مرشح الان لاداء دور ابو لهب. ابو لهب صح، او ابو جهل اللي في سكته اللي في الورق جاي. الدور الاكبر انا هعمله صد لا فيها دقن وبتاع، يبقى يعني بجملت. بس مفيش حاجه كوميدي خالص كده هتعملها. اكيد بقى هيجي كوميدي ان شاء الله. اكيد هيجي كوميدي ان شاء الله. وفي في نوعيه سيت كوم امريكي كده اللي هو بيبقى العائلي اللي فيه مواقف يوميه حياتيه. نفسي اعمل النوعيه دي قوي 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 قوي. نفسي اعمل النوعيه دي اللي هو المسلسل العائلي بتاع زمان شبه اسمه ساكن قصادي. شبه الاعمال دي بقى يعني. انا بحب النوعيه دي جدا من الضحك. عارف تنفع في ايه كمان؟ عارف حاجه شبه فريندز بالظبط. انا بحب النوعيه. انا كنت عامل الباب في الباب شبه كده وكنت مستمتع بيه وكنت ناجح فيه جدا. بس هو ظلم في العرض، كان ايامها ثورات وسياسه. هو موده عائلي ورايق، كان يتعد دلوقتي او يتعمل دلوقتي يكسر الدنيا لانه هو هادي وعائلي ولو جماهيره. بس هو وقتها كان ظلم في العرض لانه ظروف البلد يعني. فاتمنى ان شاء الله اللي جاي. بس ما عندناش زي امريكا بقول لحضرتك ايجنت اللي هو يرشح لي مثلا فيلم خيال علمي. اخرج بقى من عباءه اللي مش عارف ايه، روح خيال علمي. فالمخرج يشوفني ويقابلني، وما عندهمش ازمات هناك انه يختبروا يبقى نجم. أيوة بالظبط. واحسن مني ويختبروه. صحيح. ويروح بقى يقول لا والله ولا لا. صحيح. ما عندهمش الازمه دي. فاختبرني حضرتك، انا معاك. خيال علمي شغال، التاريخي شغال، يعني دي عايز اعمل حاجات مختلفه طول الوقت. والعائلي البيتوتي الكوميدي ظريف برضو. اتمنى يا رب ان شاء الله تبقى الخطوات وتبقى حاجات في قيمه بقى الاختيار وفزاع وانسي ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق. يا رب. نورتنا، وانا بجد مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده، بجد نورتنا. انا سعيد جدا ومتشكر لحضرتك على الاستضافه وعلى استيعابك لكل الكلام اللي انا بقوله ده. الفنان الجميل هشام اسماعيل، شكرا جزيلا، نورتنا. هو توليفه فنيه متقنه، موهبه كبيره، دي معادلة النجاح اللي وصلت هشام اسماعيل لقلوب الناس في أدوار ومشاهد جملها وإفهاتها بقت على كل لسان. حضور فني كبير، شخصيات متنوعة بيأديها بكل سلاسة، وده اللي بيخليه متصدق دايما، وده كمان اللي بيساعده على إنه يجدد وينوع وما يقفش عند محطة نجاح واحدة. عشان كده دايما بنستنى من هشام اسماعيل مفاجآت فنية جديدة وناجحة. أشكركم شكرا جزيلا، بكرة مصر جديدة إن شاء الله.